الله الله، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد هلالك هلل عينينا، فرحنا له وغنينا. كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسلام، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم. حلقتنا النهاردة في نقطة نظام هي حلقة احتفال بالعيد، حلقة استثنائية هنفرح ونتبسط فيها وهنحكي كتير مع بعض، هننسى فيها كل هموم الحياة وهنبعد عن زحمتها وهنحاول نفصل يعني يا رب، علشان نبدأ العيد ببال رايق ومزاج عالي العال، عشان لما نخرج منه نبقى قادرين نكمل من تاني. وطبعا مش هننسى طلاب الثانوية العامة ومش هنسيبهم في الحلقة دي إلا لما نديهم روشتة العيد ونقول لهم يعملوا إيه فيه عشان يفرحوا ويعيدوا، وفي نفس الوقت ما ينسوش المذاكرة أبدا، لأننا مش عايزين نخلي العيد ينسينا إننا راجعين من تاني الامتحانات. وربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله رب العالمين. بس خلينا بقى ايه بعد اذنكم يعني اعيد على زميلتي، كل سنه وانت طيبه يا دي. كل سنه وانت طيب يا سامح. وفين العيديه؟ ايام ما كنا صغيرين وبناخد عيديه. لا انا لسه صغير. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم. ليله العيد ليله ما بتتنسيش لا للكبار ولا للصغيرين، فيعني كل متابعينا طبعا يعني، وعندنا متابعين اكيد كتير من ثانويه عامه بيعدوا في امتحانات، وما اعتقدش انه حد فينا يقدر ينسى ايام العيد اللي عدت في الامتحانات، هي ليها طقوس خاصه، لكن ما يمنعش ان احنا لازم نحتفل بالعيد ولازم نفرح ونفرح كل الناس اللي حوالينا. وبما ان النهارده ليله العيد فلازم كلنا نحتفل بالعيد وننسى اي حاجه تانية. هنرجع نمتحن بعد العيد، لكن احنا كمان جاهزين باذن الله من اول السنه وذاكرنا وعملنا مجهود كبير، فلازم دلوقتي نركز ان احنا ننبسط في العيد ونفرح كل الناس اللي حوالينا ونعيش روحانيات العيد الجميلة، وخصوصا في بلدنا اللي الحقيقة العيد فيها بيبقى مختلف عن أي مكان تاني في الدنيا. ويمكن بقالنا أسبوع ويمكن أكتر الناس بتحضر للعيد وتنزل الشارع تحس بأجواء العيد في كل مكان، ودي حاجة الحقيقة مفرحة ومبهجة. فما ينفعش أبدا أنه الامتحانات تحرمنا من فرحة العيد، ويعني على وجه التحديد ليلة العيد ليها طقوس يعني في كل العائلات، فاستمتعوا بيها ومتحرموش نفسكم ابدا من فرحه العيد. وده الحقيقه يعني سؤال مهم جدا هنطرحه مع حضراتكم للنقاش في حلقتنا النهارده، وهو بعض الاهالي يمكن بيحاول يضغط على الولاد شويه وخصوصا بتوع ثانويه عامه انهم يعني ما يحتفلوش قوي بالعيد ويفضلوا مركزين في الامتحانات، ولو انه اعتقد انه العيد هدنه وفرصه كبيره انهم ياخدوا يعني اجازه كده من المذاكره، حتى لو يوم يومين يفصلوا ويقدروا بعدها انهم يرجعوا يعني يذاكروا اكتر ويركزوا اكتر، يروحوا المسرح، يروحوا المسرح يعني يقول المسرح يجوا لك المسرح يعني كده ينبسطوا مسرح دوله وبتاع هتتبسطوا ان شاء الله يعني. فازاي نتعامل مع الولاد نفسيا في فتره العيد، وازاي طبعا نديهم عيديات كده كده علشان يكون حافز يذاكروا يعني، ويرجعوا بقى ان شاء الله بعد العيد يمتحنوا. اتكلمنا اول امتحان يوم الخميس، خلينا بقى نسمع من المتخصصين ازاي نتعامل في فتره العيد. دلوقتي هيكون معانا على التليفون الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. يا دكتور وليد ازاي حضرتك وكل سنه وانت طيب، عيد سعيد. النجم الجميل سامح والاعلاميه المتالقه هدير، ويا ريت العيد انستين. الله، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب يا رب. بعود الايام عليكم، وانا سعيد بالمقدمه بتاعتكم، لان زي ما العيد فرحه عند الناس كلها ودي طقوس عامه الناس كلها بتسعد بيها، هو برضو العيد دي فرحه مستقله، يعني كل واحد فينا عنده عيد مستقل بذاته برموزه بخبرات حياته بالناس المتعلقه بيه بالاشياء اللي بتفرحه بالنستولجيا وذكرياتها، فكل واحد فينا عنده عيد مختلف عن عيد اللي جنب منه. وده اللي احنا دايما بنقوله لطلاب الثانويه العامه، اخلق لنفسك عيد بشكل مستقل، اخلق لنفسك عيد بشكل متفرد، اخلق لنفسك عيد تفتكره وتفضل عايش بيه وعايش على اطلاله وعلى ذكرياته وعلى سعادته كل اللي جاي من عمرك. ايوه يا دكتور ازاي؟ يعني احنا اول ما سمعنا كمان يا دكتور يعني ام كلثوم وهي بتجدو بالاغنيه، كل واحد زي ما حضرتك بتقول كل واحد راح لذكرياته الخاصه اللي صحيح. مر بيها. نعم، لان هو خد بال حضرتك سيكولوجيا كل واحد فينا عنده عيد مستقل صح. وعنده طقس من طقوس العيد خاص بيه بيسعد بيه اكتر من اي حد تاني. انا ممكن افرح بالعيديه، انا لحد النهارده لما الاقي اشوف اطفال ماسكين فلوس جديده انا بسعد وكانك عطفال. كل الناس بتفرح بالهديه يا دكتور أكيد. وليد. الهديه والعيديه الاثنين في العيد بيبقوا مهمين جدا جدا جدا. طبعا عايزه بس اسال حضرتك، في اهالي كتير الحقيقه بيبقوا شايفين انه الولاد تخرج بره طقوس المذاكره وخصوصا بتوع ثانويه عامه،
وتسيب الموضوع ده وتروح شويه تخرج في العيد يسهروا مع اصحابهم، يعني الطبيعي اللي يحصل في فتره العيد بيشوفوه نوع من انواع الدلع، وفي نفس الوقت ده بيزعل الولاد. انت شايف التعامل يكون ازاي في فتره العيد؟ احنا لا هنسيبهم يخرجوا ولا هنقفل عليهم، احنا هننظم ونرشد سلوكياتنا ووقتنا في فتره العيد. التنظيم والترشيد ده بيبدا من النهارده. ازاي؟ يعني احنا عندنا من طقوس العيد في مصر وفي المنطقه العربيه كلها حلقه العيد الكبير. ايوه صحيح. يوم الوقفه بيروح يسهر عند الحلاق عشان خاطر يحلق. طيب اللي عاوز يحلق من دلوقتي في اولادنا اللي في الثانويه العامه احلق من النهارده. يعني ايه اللي يخليك تروح تهدر من الوقت وتبدد من الطاقه؟ انت بتبوظ عليهم الخروجات كده يا دكتور وليد، امال هيخرج يعمل ايه لما يحلق من دلوقتي؟ لا يعني يحاول يخطف ساعتين علشان خاطر احنا قلنا ينظم وقته. صح. يبقى حلق شعره وانتعش وبقى ريفرش كده جميل. ودي حاجه برافو عليك يا دكتور، يعني دي حاجه انا فعلا ببقى ملاحظها في ايام الامتحانات، بتلاقي ايه الطالب شبه مهمل في نفسه كده، فالاهمال ده بيجيب شويه احباط او كابه او برافو. صح يا دكتور. في المرايه يلاقي يشيل هم فوق الهم ويصدم طاقه سلبيه. صح. لا روح من دلوقتي احلق حلقه العيد الكبير زي ما بنقول، واعمل لنفسك نيولوك جديد. يعني خليك حتى وانت نازل اول يوم اختبار بعد كده الناس تبص لك تقول لك الله يا عم ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، ده بيعزز ثقتك بنفسك حتى وبيرفع روحك المعنويه وبيزيد من الكفاءه النفسيه طبعا. دكتور وليد احنا بنتكلم ان النهارده وقفه العيد، فيعني قول لنا كده الطلبه اللي في ثانويه عامه يعملوا ايه النهارده، وكمان تقول لاهاليهم ازاي يسيبوهم يحتفلوا بالعيد من غير ما يخرجوا بره طقوس الامتحانات. الاهالي عليهم عامل اهم جوه البيت. ازاي؟ كلنا في بيوتنا بننظف التنظيفه بتاعت العيد الكبير. كلنا طبعا فاكرين الكلام ده. طبعا. انا بقول لكل بقول لكل الامهات، في امهات تعمل ايه بقى؟ تنظف الشقه كلها وتقول لك لا انا ابني في ثانويه عامه ما تجيش شمت الاوضه بتاعته باعتبارها قدس الاقداس، فتشوفها مطربه كده ومنكوشه والاوضه فيها كابه. لا التنظيف بيدي طاقه ايجابيه، احنا عايزين ده بالظبط. ابدأي تنظيف الاوضه بتاعت ابنك. صح. يعني ياخد كده بريك 3-4 ساعات وحتى يروح يقضيهم في اي حاجه، يحاول يذاكر في اي مكان تاني مغاير، وابدأي بتنظيف الاوضه بتاعت ابنك وزينيها بزينه العيد. كنا احنا زمان بنحط كده بالونات وبنجيب اوراق كوريشه، دلوقتي ما فيش كده، بس في حاجات احدث من كده بكتير. وحطي زرع صناعي اديله امل وجددي الطاقه وخلي الاوضه كده فيها بهجه. نسمع مزيكا، نسمع مزيكا كمان، نشغل ميوزك مهم على فكره برضو ايام العيد، نشغل الاغاني والاهازيج المتعلقه بالعيد. لان خد بال حضرتك العيد ده فرحه طبعا، يعني فرحه للنفس وبهجه للنفس وانماء للذات. يعني ده حتى الشاعر قال لك ايه الشاعر، شوف توصيف العيد الجميل. قال وعد الحبيب واغضب الحستاده، بعد الفراق لحبنا قد عاد، فالسعد والافراح حلت ديارنا حتى غدت ايامنا اعياده. الله الله. طب يا دكتور احنا خلصنا مثلا دلوقتي العيد وعملوا كل اللي حضرتك مثلا قلت عليه او اللي حسوا بيه علشان يعملوا ريفريش لحياتهم وريستارت للفتره اللي جايه، بعد العيد يؤهلوا ازاي ان هم بقى ايه؟ لان احيانا لما بنفرح او بنخرج او بتاع بتحس ان احنا نسينا شويه المذاكره او نسينا المسؤوليه شويه، فازاي نعمل الرابط ده؟ ما عشان كده انا بقول لحضرتك احنا لا هنخرج ولا هنقفل، احنا هنتوازن. ازاي هنتوازن؟ مثلا من طقوسنا كلنا في العيد يوم الوقفه ده بنسهر للصبح وبنصلي الفجر ونفضل صاحيين عشان نلحق صلاه العيد، فبالتالي بتقعد يومين ثلاثة بتوع العيد قاعد متدغدغ، عظمك مكسر، عندك إجهاد عام، انخفاض القدرة على التحصيل الدراسي. فأنا بقول للأولاد مش لازم يوم الوقفة النهاردة يبقى بالشكل ده أو العيد السنة دي يبقى بالشكل ده. أنت حضرتك يوم الوقفة بتاعك رشد فيه سلوكياتك، نظم فيه وقتك، صلي الفجر وارجع نام لك ساعتين وانزل صلي العيد وهكذا. ليه؟ لأن خد بال حضرتك من ضمن الثوابت في البيئة العربية في العيد خناقة العيد الكبير. يعني حتى دايما على السوشيال ميديا يقول لك اتخانقت النهارده ولا لسه؟ يعني عاملة زي خناقة أول يوم رمضان كده. ولا وتوزيع اللحمة دكتور بقى، أنا بقى عندي امتحان عندي امتحانات وأنا واخد الأكياس والشنط وعمال ألف يعني. يعني ما تخليش تقص، فخلي الأب هو اللي يوزع مش الابن دلوقتي. خلي الأب يوزع وأنت يعني ساعد معاه في الذبيحة وكده. أيوه. ما يمنعش يا دكتور إنه يشارك ما دام هو هيقدر ينظم وقته، هي المسألة إنه ما يبقاش الموضوع هروب من المذاكرة. بس ما تاخدهاش على نفسك قوي، يعني ما تبقاش مجهود بسهر وصلاة وقعد مع أصحابك والحلاق والذبيحة وتوزيع اللحمة،
جهد غير عادي. بلس بقى طالما اتكلمنا في الذبيح عندنا اضطراب نفسي اسمه هيموفوبيا. الهيموفوبيا ده بيصاب به من 1-2% في اي مجتمع، يعني لو انا عندي مثلا مليون طالب في ثانويه عامه هتلاقي عند فيها من 10-20 ألف عندهم هيموفوبيا حسب الاحصاءات. ايه هيموفوبيا؟ إيه هو خوف من الدم، فوبيا الدم. في ناس لما بتشوف الدم يجي لها صعوبه التنفس. أيوة. والله انا كده كويس ان انت خلصت ثانويه عامه. لا انا كده انا دايما بوكل ناس ان هم اللي يعملوا ده، لكن انا اشوف بالظبط في ناس كده اللي زي حضرتك كده 2% من اي مجتمع، رقم كبير. فده موجود عند بعض الطلاب، يجي له صعوبه التنفس، سرعه ضربات قلب، رعشه، دوار او دوخه شويه، شعور بالغثيان، العرق عنده بيزيد افرازه، ارتفاع درجه حراره الجسم، الم في الصدر، مش قادر يسيطر على نفسه، صداع وتنميه، وما يعرفش ياكل كويس. خلي بالك يا دكتور كمان وما يعرفش ياكل كويس. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وبناء عليه اولادنا اللي في الثانويه العامه اللي عندهم هيموفوبيا يتلاشى النزول في وقت الذبيح والتعامل مع الناس في التوقيت دوت، وثلاث اربع ساعات دول يقضيهم في بيته، يقضيهم بقى نايم بيشرب كوبايه شاي، بيتفرج على التلفزيون، بيذاكر، وات ايفر الوقت بتاعه هو. المهم ان هو يبعد عن اي ارتباط شرطي، يسحب من طاقته وقدراته ويدخله في مشاكل نفسيه يترتب عليها عدم التركيز في الايام بتاعه اختبارات العيد. طيب دكتور وليد، الفرق ما بين الاسره اللي هتدعم وهتساعد الطالب انه يتبسط بالعيد ويفرح ويكون في اجواء ايجابيه، والفرق بين الاسره اللي مش هتسمح بده علشان نفضل مركزين وما نخرجش بره مود المذاكره، انعكاسات ده النفسيه على الطالب ايه؟ بص حضرتك، الاولاد لازم يعرفوا كده هو، يعني الانسان فينا جسم وروح. الناحيه النفسيه عند الاولاد مهمه جدا، لازم يبقى في سوشيال سبورت، دعم اجتماعي ونفسي ليهم. لازم نشوف الاولاد في العيد ده بالذات بيحبوا ايه ويتعمل، مش احنا بنحب ايه ونعمله. يعني في ممكن اولاد ما تحبش اللحمه الضاني مثلا، الاكله اللي يحبها. صح، ما احنا داخلين على موسم، يعني بقى احلفي ان اللحمه دي مش ضاني. يا سيدي هات له حته بتن كيلو كده على جنب، ولا كيلو ونص، ريحه. يعني ريح ابننا الجميل ده لحد ما يخلص الاختبارات. صح. يا امنا لما تعملي انت اللحمه الضاني هو ما بيحبش حتى ريحتها، اقفلي عليه باب الاوضه. يعني كلها امور رفيعه جدا بسيطه. صح، عشان نظبط النفسيه بتاعته. حضرتك يشوفي بيحب هو يزور مين من الاهل، وتخليه هو يعني وسعيه ويروح يزور. مفيش حاجه اسمها النهارده انت لازم تزور نينا او لازم تزور ستك. لا انا عايز النهارده. صح، لا انا عايز اقول حاجه يا دكتور بعد اذن حضرتك، لان بعض الاسر ممكن يقعوا في ده، ان احنا يا جماعه يعني انا اسرتي مثلا ما فيهاش حد في ثانويه عامه، وهدير عندها حد في ثانويه عامه، بلاش نثقل على الاسر الاخرى. ان احنا بقى نقوم انا واخد كل العيله ورايح عند هدير وقاعد طول اليوم وامشي بالليل وبتاع، ابقى عندي بس ايه سنس شويه ان الناس اللي انا رايح لهم دولت عندهم حاله شويه ايه عايزين يحافظوا عليها. فدي شويه تنسيقات. ايوه يعني ده اللي احنا بنطلبه شويه، الام تنسيقات. تبقى قويه شويه، اللي هو لا زورونا ساعتين بس وخلاص يعني، وتاخد راي ابنها. يعني الانسب ليك اختي تجيلي امتى؟ صح، عيالها لازم تسال ابنها. صح، يعني ابنها دلوقتي هو الاساس، هو محور التعامل في البيت. صح، فده مهم، لازم نساله ونستطلع رايه، ونحاول في الاربع ايام بتوع العيد نعمل يوم فري. ايه اليوم الفري ده؟ والله يا ابني انت النهارده مثلا من بعد الغداء لحد الساعه 11 بالليل ده بتاعك، اعمل اللي انت عاوزه بقى. اخرج مع اصحابك، روح. مهم قوي اليوم الفري ده يا دكتور. ايوه جدا جدا جدا، فوضى خلاقه بقى يا عم، انزل اقعد على الكافيه، اعمل اي حاجه. اكسر اكسر الروتين ده شويه، وان شاء الله ده يديهم دافع انهم يرجعوا بعد اجازه العيد كده يعني بطاقه ايجابيه كبيره يطلعوها في المذاكره، وان شاء الله نتيجتها كمان تبان في الامتحانات. الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. شكر جدا جدا يا دكتور. وزي ما احنا سمعنا هدير، يعني الوسطيه دايما افضل حاجه، اللي هو خير الامور الوسط. لازم يعني نديله يعني اريحيه شويه، ان هو ممكن يخرج شويه، ممكن يقعد زيارات بتاع، لكن برضه في نفس الوقت ما يبقاش فاتحها ايه على البحر. يعني نبقى وسط، كل حاجه هي احسنها هي الوسط بصراحه. يعني هي المهم انه كمان الاهالي ما يبقوش بيلوموا بقى انت خرجت امبارح، خلاص ما هو خرج في العيد، احنا في العيد وانتوا سبتوه يخرج، فسيبوه يخرج يستمتع بالخروج علشان يرجع بقى ايه. صح، عنده طاقه يذاكر. ايوه وبعدين انا هديك نبطل بقى جمله ايه، طب وانا هديك عاديه ليه؟ ما انت كده كده قاعد عندك امتحانات. لا ليهم عاديه يا جماعه، ده كده الموضوع يبقى صعب.
خلينا يعني نتكلم اكتر دلوقتي، نقول لحضراتكم هيكون عندنا ايه في الحلقه النهارده. وزي ما احنا بنقول حلقه طبعا استثنائيه، وقفه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وكل حضراتكم وحبايبكم، واقول لكم بالف خير وصحه وسلامه دايما يا رب. اول فقراتنا النهارده هتكون هي فقره شويه يعني فقره من العيار الثقيل، فقره مش هنشبع فيها من الحكايات اللي هنسمعها من نجومنا اللي هينورونا في الاستوديو، اساطير الكره المصريه اهلي وزمالك، كابتن هشام يكن وكمان كابتن شريف عبد المنعم هيكونوا معانا. ونتكلم بقى عن يعني كل ذكرياتهم مع الثانويه العامه، ونتكلم اكتر عن تاريخهم في الكوره المصريه، وهم يقولوا لنا كواليس وحكايات محدش يعرفها عنهم. اكيد كل جماهيرهم هتكون مستنيه اكتر تسمع كل الحكايات الموجوده في ذكرياتهم. انا متشوق جدا، لان كمان ايه بعد احب ايه، طب ايه الاسرار بقى؟ احنا عايزين نقعد ننكشهم النهارده، نطلع بقى منهم اسرار اول مره. ودايما يعني على ما اسمع انه لعيبه الكوره كانوا دايما يسيبوا المدرسه او يعني يسيبوا المذاكره على وجه التحديد، مش المدرسه، ويروحوا يلعبوا كوره. الموضوع بقى يبتدي من هنا، الاهلي يكتشفوا الموهبه اللي موجوده في الكوره. فاحنا هنعرف اكتر من خلال الفقره دي، نعرف اكتر عنهم ونسمع حكاياتهم. ان شاء الله تكون فقره حلوه وتعجب حضراتكم يا رب، ان شاء الله رب العالمين. ولان الحلقه بتاعتنا كمان حلقه احتفاليه زي ما هدير قالت، احنا هيبقى تاني فقره بامر الله معانا هنا في الحلقه هنحتفل فيها بأوائل الدبلومات الفنية. هيكونوا معانا هنا اتنين من الأوائل، وهم عبد الرحمن إيهاب وميران مجدي. هنشاركهم فرحتهم بالعيد، وكمان هناخد منهم ونستقي منهم خبرات شوية ونصايح شوية ممكن يقولوها لأصدقائهم. وكمان نفتح ملف الدبلومات الفنية دي، يعني إزاي هم استغنوا عن فكرة الثانوية العامة علشان يروحوا الدبلومات الفنية، وإيه هي المزايا اللي هم لقوها على أرض الواقع. يا رب تبقى حلقة مفيدة ومثمرة وممتعة. طبعا هو مسألة التعليم الفني كمان يا سامح على وجه التحديد كان فيها تطوير كبير جدا حصل من طبعاً. 2018، واعتقد انه الطلبه دول الاوائل وغيرهم بيجنوا ثمار مساله التطوير اللي حصلت في التعليم الفني على وجه التحديد. واحنا الدوله يعني بتتكلم عن توطين الصناعه المصريه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن توطين الصناعه المصريه، فلازم كمان يكون عندنا حرفي ماهر جدا طبعاً. جدا جدا، زي ما طول عمرنا المصريين معروفين طبعاً. بده، لكن جه دلوقتي تطوير التعليم الفني بيتحدد اكتر. بنتكلم عن تقنيات ما كانتش موجوده، شراكات مع مؤسسات دوليه ما كانتش موجوده قبل كده. علشان كده يا سامح هم سابوا الثانويه العامه واختاروا التعليم الفني، ما دام انا شايف انه ده ميولي وده اللي هيميزني. ولازم يبقى فيه دعم على كل المستويات كمان يا هدير. يعني احنا حتى زي ما انت قلتي كان زمان بيدعموا قوي ده، وبعدين جت فتره هبطت، فاحنا راجعين لده تاني. ده كانوا بيعملوا افلام باسامي لانه مهم جدا، حسن مش يعني بيدعموا فكره دول صناعيه كبيره زي المانيا، التعليم الفني فيها واصل ل 80% بيتجه للتعليم الفني. فاحنا دلوقتي بنتكلم على انه نسبه التعليم الفني في مصر وصل 58%، قربنا وبنقترب اكتر. وان شاء الله مع كل هذه الجهود اللي بتقوم بيها الدوله لدعم التعليم عموما وقطاع التعليم عموما، هنشوف نتائج افضل. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع نبتدي فقرتنا وحلقاتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما بخير يا رب. ولسه مكملين مع حضراتكم. وحكايه الكوره، كلنا طبعا بنعشق الكوره، هي لعبه شعبيه عندنا، بنحب نلمس حته كده من ذكريات النجوم الكبار اللي احنا حبيناهم وشجعناهم كتير قوي. ويا سلام بقى لو الحكايات دي فيها شويه اسرار كده بتطلع لاول مره، وده اللي احنا هنحاول هنا في نقطه نظام هنعمله مع نجوم كبار قوي. انا شخصيا اتشرف جدا ان انا قابلتهم، واتشرف اكتر ان انا احاورهم. النجم الكبير شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي،
السابق والنجم الكبير هشام ياكا نجم النادي الزمالك السابق، منورين الدنيا، منورين مدينه الانتاج و6 اكتوبر ومصر كلها. حبيبي الله يخليك، كل سنه وحضراتكم طيبين. شرف لينا وبشكرك طبعا وبشكر منورينا، كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد. عيد عليكم سعيد كده على الامه العربيه كلها وعلى مصر وعلى الشعب المصري جميعا يعني. يا رب. احنا بقى في الفاصل كنا عمالين ايه ندردش، عشان كده انا اختصرت شويه ايه المقدمه، لان حضراتكم في غنى تماما عن اي مقدمه حتى لو ساعتين ثلاثه يعني في حقكم يعني، علشان شويه مشاكسات بقى قعدنا ايه نحكيها. احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي، علشان احنا خلينا في الاخر. انت خليك تتكلم. احنا هنا المشاكسات كانت كتير. ايوه. الثانويه العامه وحكاياتها ده احنا انت تتكلم لغايه او سنه اولى ثانوي. ايوه. بعد اولى ثانوي ما ينفعش نتكلم. لا عشان نبقى نقطه نظام. نقطه نظام ان احنا من عند اولى ثانوي بقينا مشاهير. بقينا نجوم. فبقت بقى الحكايه بالنسبه لنا انك انت عشان تروح مدرسه وتتوجد في الفصل في سنه ثانيه ثانوي يعني كل الطلبه قاعده جنبك وانت قاعد جنبهم وانت في التلفزيون كمان ساعتين او في تلفزيون بكره او امبارح. ده فعلا وانت اهلاوي خميس وجمعه الفصل تلتين واهلاوي وتلت وزملكاوي وانت قاعد بتخش. احنا هنعدي دي ولا ايه؟ هنعدي التلتين والتلت ده؟ ليس على كابتن الشريف اي حاجه. احنا هنتكلم دلوقتي نسخن على بعض. مش هسخن عليه ده في الفصل بتاعه. بقول لك ايه؟ في الفصل بتاع حضرتك تلتين وتلت. سامح دقيق قوي. يعني قفش تلتين وتلتين هي بتتقال بقى لها 800 سنة. المهم عادي مصر. طبعا نرجع لحتة النجومية دي جوه الفصول. الموضوع ده كان عامل ايه بقى في التعليم؟ يعني انا نجم جوه الفصل تعليم؟ فيش تعملوا ايه بقى؟ احنا بهوات. وقبل ما تبقى نجم احنا كده كده كم مرة هربت عشان تروح تلعب كورة كابتن شريف وكابتن هشام؟ عايزين نعرف نفس الإجابة. كم مرة راح جواب انذار بالفصل في البيوت يعني؟ انت بتبقي تجاه حاجه بتعشقيها او موهبه عندك اكتر منها واحنا متربيين على التعليم. انا شخصيا كنت لغايه الاولى ثانوي دي متفوق جدا. يعني ما بجيبش التسعينات انما من الاولاد اللي هم 81 ده عظيم كده. 79 يعني. طب ده عظيم في الرينج اللي هو ايه. على فكره اشوف اكبر مني يعني عشان بس ما يعني هو اكبر مني 5 سنين برضه. حضرتك يا كابتن كنت برضه في حاجه 80 حاجه 70 في مش عايزين نعمل مشاكل قوي. انا كله كان ما شاء الله يعني النجاح كان دايما على اللحظه الاخرانيه. بس انا هقول لحضرتك انا اسف يعني هو ممكن يبقى كابتن هشام حاله استثنائيه شويه، لان ايه يعني مثلا حد بيحب الكوره فتلاقي الاهل دايما بيقولوا له ايه لا ذاكر لا روح المدرسه لا. طب ما بالك عيلة كرويه اصلا عيلة كرويه. لا بص في حاجه تانية مش عايز عشان عايز اتكلم بقى في الحته دي. احنا كنا بنعشق ابوه كمان. كابتن يكن يكن طبعا احنا كنا نروح بس نبص نتفرج عليه كده ونسمعه كان دمه خفيف ويحبنا كلنا. علاقه الاهلي والزمالك زمان جامده جدا لغايه اخر ما جامده جدا. نبارك لبعض ونروح لبعض ونقعد مع بعض شايفين الوضع دلوقتي. الكابتن السايس تقريبا كان بيجي للكابتن ياكن المكتب ريعه السايس انت فاكر. الكابتن حسن حلمي جه يبارك لكابتن صالح على قال له انا جاي لك يا صالح. قال له انا اللي جاي لحضرتك. قال له غير حضرتك ده جاي صالح هو اللي راح له علاقه سامح علاقه. لا وكنا بنشوفها كابتن كمان لعيبه زمالك في بعض الماتشات او الاحتفاليات بيلبسوا فانيله حمراء وده يلبس فانيله زمالك. طيب هنرجع للاهل كانوا بيقولوا لحضرتك لا ما تروحش المدرسه وروح النادي ولا كانوا بيقولوا ايه؟ لا انا بالنسبه ليا يعني انا في يعني ابتديت في مدرسه الوالد طبعا كان معروف جامد طبعا يعني في الوقت ده وانا كنت اروح مدرسه كنت عيش الكوره يعني 24 ساعه بلعب كوره حصه ما بطلعهاش يعني. كره الشراب بقى كابتن صح؟ لا في المدرسه لا كره لا كانت كوره كان في كور اللي هي العاديه اللي بتاعت زمان. انا يعني انا كنت عشان في البيت عندي بابا كان دايما اوكي طبعا في دوري اسمه الفصول يا سامي دوري الفصول في المدارس فبيبقى هشام يكن ابن يكن لازم هو اللي ياخد الدوري بالظبط لازم ابقى وانت عوان بقى يا كابتن. لا في حاجات طبعا احنا يعني في فتره من فترات طبعا الواحد المدرسه دي هي اللي
اللي عملتني كلاعب كوره، لان كنت بلعب على طول. وكان حصه الالعاب دي اللي هي كانت دايما موجوده لازم تلاقي فيها رياضه يعني، وبتاخد الرياضه بتاعتك كانت حلوه. كنا بنحب الحصه دي قوي طبعا. يعني انا ما اعرفش ليه اتلغت مع انها حصه مفيده جدا، لان لو انت بصيت النهارده لنوعيه كواليتي الولاد اللي موجوده على مستوى الجمهوريه دلوقتي، او معظمهم الولاد ما عندهمش توافق عصبي عضلي ولا الموبايلات بقى والسوشيال ميديا بيبتدوا متاخر. احنا يعني كل ثانوي كنا نجوم. هقول لك يعني انا ليه يعني الواحد احنا ليه بقينا نجوم وليه لعبنا من بدري وليه العوامل اللي ساعدت يعني كانت من ضمنها المدرسه صح. الاساس أيوة ليه؟ لان كنا بنتعلم الريتم وانا ماشي طالع الفصل بتاعي دندر من دندن انت فاكر تطلع مارش حتى كمان يا كابتن. وبعد كده حصه الالعاب تقعد تعمل توافق في الحركه صح فاهم. فابتدينا نتعلم التدريب او يعني ناخد الحصص دي كنوع من انواع التدريب بتاعتك، وكنا ننزل نلعب ونروح لاعبين تقسيمات وكوره والكلام من ده. وكان يعني في الوقت ده عشان بقى هشام ياكن كنت كابتن المدرسه ويعني قاعد انظم اللعيبه وحاجات يعني كنت اشهر من مدرس الالعاب كيميا هو المدرس بتاع الكابتن كده عشان كده بابا ما كانش بيجي ياخدني من المدرسه خالص. لا بس احنا كنا متاسسين على الدراسه يعني ما كانش في حاجه اسمها كوره. مهما انت لعبت كوره او مهما كنت في الناشئين مفروض يمكن هو عشان عيله كرويه وكان واحد بالنسبه لنا يعني الاهلي بقى كانوا عاملين ايه بقى؟ لا 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 اول ما ابتدوا يحسوا ان عندك طموح في موضوع الكوره ده في الشارع تروح تلعب في الشارع الكلام ده تروح في الشارع كان زمان مفيش دي هوايه دي مش بروفيشن يعني مش واي اب واي ام لو جيت رحت اتقدمت وانت لعيب كوره يرفضك يقول لك انا هجوز بنتي لعيب كوره. بس متهيألي النظره دي دلوقتي لا خلاص بقى دلوقتي لو احنا دلوقتي دلوقتي لو بتاع انا نفسي ابني يبقى لعيب كوره نفسي ابني يبقى حاجتين سامح حسين كتر خير ومحمد صلاح حبيبي انت فاهم قصدي يعني عايز يا يبقى فنان يا اما لعيب كوره لعيب كوره يعني محمد صلاح. بس الموهبه مع الدراسه ده شيء جيد جدا يعني عشان كده شيء ايجابي. عايزين نقول ده حقيقي لان احنا معانا يعني قدوه هو بس في حاجتين في الشكل الاحترافي بره انك حتى انت لما تروح بره ما بتعرفش ايطالي او ما بتعرفش اسباني اول حاجه بيدخلوه ستودنت ياخد اللغه هناك بقى عندهم الدراسه مع جوه الحكايه اوكي يعني مش انا لازم اروح مدرسه واطلع من المدرسه اطلع على كليه. طب انت شايف زمان المدرسه كانت يعني فيها نوع من شويه من انواع التعسيف في موضوع المواعيد معاكوا؟ كان المفروض يبقى الدنيا فيها سهوله اكتر مثلا على لعيب عنده ماتش مثلا عنده تحضيرات لماتش يعني كان عندنا فترتين زمان كان ايه اللي بيحصل لو تفتكري معرفش على ايامنا طبعا كان احنا عندنا فتره صباحيه ونص السنه فتره مسائيه يعني انا نروح مره الصبح وبعد كده نروح مره بعد الظهر فدي كانت بتوازي او بتواكب الحكايه. بس احنا صدف يعني مش كلنا كنا شيف عبد المنعم مش كلنا كنا هشام ياكن لا صح. هي حالات ومختلفه في القاهره كلها او في المحافظات كلها يعني هنا طلع هشام ياكن هنا طلع شريف عبد المنعم هنا طلع احمد عبد الحليم هنا طلع ايمن يونس ها ما كناش بنبقى كلنا حته باكج واحد يعني وكل يوم كان يطلع واحد من الناشئين اللي هو بيطلع فوق يبقى ستار بس متهيألي كمان كان تطعيم يعني صح. الحكايه واحده واحده وكانت مواهب ما كانتش كان لازم يتوفر فيك عناصر انك انت تقدر تلعب كره القدم في الانديه الكبيره اللي هو زي الزمالك زي الاسماعيلي زي الاهلي زي المصري زي اللي هي الانديه الجماهيريه اللي هي زي اتحاد اسكندريه مثلا اولمبي فده عشان تلعب كوره كان زمان عشان تلعب كوره لازم عندك مواهب عندك سرعه معينه عندك فبقت
واكتشاف ده من بدري كمان يا كابتن شريف، ويمكن ده اللي احنا دلوقتي الناشئين عندنا في سن الفريق يمكن فيه حاجه و20. انت كنت بتتكلم ان انتوا كنتوا نجوم وانتوا في اولى ثانوي. لا بس في حاجه هديها، احنا دلوقتي المجال الرياضي بقى اقوى متهيألي طبعا، يعني حتى بقى في اكاديميات كمان. احنا نسبه التعداد السكاني كان مختلف عن دلوقتي. صح. فالنهارده كان مجموعه الطلبه، تبص تلاقي الطلبه اللي موجودين بيعرفوا عندهم المساحه الفعليه اللي هو يقدر يعمل التدريب بتاعه في المساحه المعقوله. صح. النهارده احنا عندنا تكدس غير طبيعي في الرياضه، فكل بتيجي النهارده بتلاقي المساحه اللي بيشتغل عليها الطفل او اللعيب او اللي بيحاول يعمل الكلام ده، بتلاقي المساحه الوقتيه بتاعته بقت ضعيفه. يعني انا النهارده اجي اعمل مثلا تمرينه مثلا في الاكاديميه، بيدي ساعه، الساعه مش كافيه انها صح تدي البتاع، عشان الوقت بتاع ايجار الملعب بيبقى اعلى. هو جاي لك كمان من طول اليوم دراسه، فبتيجي هو جاي من دراسه طول اليوم، وبعد كده ايه، انت بيجي لك الولد مستهلك طول النهار، لانه بيروح المدرسه من الصبح اليوم كامل، يوم كامل يرجع الساعه 5 و6، جاي له هو الساعه 5 بالظبط. فيجي انا النهارده عشان ينزل التمرين، فبيبقى مجهد ذهنيا ومش قادر انت النهارده تشتغل عليه، فبتبتدي النهارده وانت شغال معاه تيجي تبص تلاقي اصلا هو جاي مثقل بجهد عمله خلاص، ومش هيقدر يديك التركيز اللي المفروض، لان لعيب الكوره النهارده بقى اصطناعي. يعني ايه؟ انا بصنع لعيب وليس مكن. وليس موهبه. الموهبه بتختلف تماما، الموهبه بتاعت الشارع بتاعت زمان. اللعيب الكوره اللي يمسكوا الشراب ويقعدوا ويعملوا حرفنة. وكلام الحرفنه دي، دلوقتي انت بتعلم اللعيب اساسيات، بتاخد منه، بتيجي بتقول موهوب. طب ما لو انا النهارده موهوب، مصر فين الحريف اللي فيها؟ مين اللي حريف فيها؟ كان زمان نادي الاهلي تطلع منه مثلا ايه نجوم كتيره جدا، الزمالك تطلع كل نجوم كتيره، كله حريف طبعا، عنده المهاره الفعليه طبعا اللي يقدر يشتغل عليها. النهارده انت بتعلم من ايه؟ الكره بتاعتك عباره عن ايه؟ قوه وانقضاض وسرعات ولمسه ولعبه، يبقى المهاره قلت عندك. واللي هو اللي عندك منه لعيب كويس او عنده مهاره عاليه بدنيا ضعيف. عشان كده يا كابتن لما بيجتمع مع بعض القوه والمهاره بتزيد، بتبقى تديك بس احنا بقى مشكله عندنا كويس. احنا عندنا بطء، بطء في كل حاجه. يعني عايزين نتحرر بقى شويه. مشكلتنا ان احنا عايزين، لازم يبقى عندنا حاجه كويسه، ارضيه كويسه، علشان اقدر اطلع محمد صلاح. ليه الناس كلها تيجي تقول لك محمد صلاح لعيب ما بيديش؟ انت بتعاقبه ليه؟ هو محمد صلاح اتصح احنا الغلط. محمد صلاح لاعب للمستوى العالي. صح. انت بالظبط كانك جايب عربيه سريعه. صح. جدا، انت فاهم، وبتجري وامكانياتها عاليه ب 2 مليون دولار 3 مليون دولار وتيجي تمشيها هنا اهو. انا سباح في المحيطات وانت منزلني بالظبط قد كده. بالظبط. عايز تاخد السرعه بتاعت العربيه دي او محمد صلاح عايز تاخد معاه، لازم تقويله اللي معاه. صحيح. اللي معاه هم اللي بيجيبوا محمد صلاح اللي تحت شويه. ليه؟ بط في الحركه، في التصرف، الباسنج، سرعه البديهه. هتيجي تبص تلاقي كل ده عوامل بتقلل، فما بتديش الفرصه لمحمد صلاح. عشان كده الناس كلها بتقول لك عشان انت رحت في موضوع صلاح ده، انت كل العالم اللي بيجي يلعبك هنا او اي ماتش بيلعبه منتخب مصر، كل الناس عارفه ان احنا ما عندناش حاجه غير صلاح. فكل الناس ركنت على صلاح. ما انا معاك يا كابتن، بس انا ما عنديش ثلاثه صلاح في الملعب. بالظبط. فهمت قصدي يا سامع؟ ان انا هلعب على تريزيجيه مثلا، تريزيجيه يروح بالكره زي ما هو عايز، وصلاح يسرق الكره اللي جيله وجابها جول. لا، انا بقيت وانا بتفرج عايز صلاح. انت وانت بتتفرج صلاح هيعمل لي ايه النهارده؟ بس هو ده الراجل اللي جاي لي بكل البروباجندا دي، ايه النهارده هيعمل ايه؟ اذا كان كل العالم عارف كده انك انت مش هتلعب غير لده، ما خلاص اتمسك ده. معظم هنعمل ايه؟ معظم المنتخبات على فكره يعني في منتخبات كتير كده النجم الاوحد. بس هو انا اتذكر اللي كسر ده شويه رومانيا، لما كان عندهم هاجي. صح. بس الفرقه كلها، لا الفرقه تقيله كانت. لا ده الفرقه بتعرف تجري، بتعرف تدافع، بتاع كوره برضو. خلي بالك انا فيهم كل مواصفات زي ليفربول. ليفربول مثلا لما تيجي تتكلم عنهم، ما في 6 صلاح في الفرقه. هو صلاح بس،
انما صلاح في الكوره المتاحه ليه اللي هي كل 7-8 دقائق بتجيله الفرصه ينتج فيها زي ساديو ماني. احنا عايزين نروح لمساله صلاح وانه كل الاسره المصريه دلوقتي عامله مجهود كبير قوي مع اولادها في موضوع الكوره لان هم بقوا شايفين صلاح القدوه والمثل الاعلى. انتوا حاسين اهاليكوا قدموا لكم ايه وانتوا صغيرين وصلوكوا لانه نكون يعني نجوم وكباتن لمنتخب مصر ومساله انه الاهالي اللي مش بتدعم بقى الرياضه دلوقتي اللي عايز ابنه يبقى متفوق في لعبه زي كره القدم لعبه شعبيه كل المصريين يعني يحلموا انه يكون ولادهم نجوم فيها يعملوا ايه لاولادهم؟ سؤال لحضرتك يا كابتن. قبل ما كل واحد فينا يجاوب مين اللي هيجاوب؟ انت الاول اتفضل. لا 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 انت الاول. لا انت الاول. انت يا عم عاد. انا هقول لك حاجه. اهالينا ادونا ايه؟ التربيه. ربونا كويس قوي على اساس علمي وعلى زي ما كلهم اتربوا والاسره والبيت والاحترام وكل حاجه. واحنا كل واحد فيه عنده موهبه او عنده شيء هوايه ما كانتش حكايه احترافي خالص. احنا كنا هوايات كلنا عايزين نلعب كوره ونلعب بعض في الشارع ونكسب بعض ونطلع معدومين العافيه نذاكر وننام نصحى عشان نشوف. كان عندنا تلفزيون ابيض واسود الساعه 3 الا ربع في ماتش. ما فيش غير خميس وجمعه اللي كنا بنقعد في ماتش ونقعد نتفرج عليه. فكان احنا متظبطين في كل حاجه. دراسه، اللعب ليه وقت. الساعه 8 دي ما تعديش او 7 لازم نكون في بيوتنا، ان كانش 6 نكون في البيت. فهو ده اللي اهالينا ادوهولنا. بتناموا بدري لانه اوريدي انتوا مهدين حيلنا في سامح. لما تروح معسكرات ما انت متعلم انك انت الساعه 6 تبقى في البيت. متعلم انك انت بتنام بدري. لما بتروح معسكرات كل اللي حصل في حياتك بتبقى جاهز انك تستقبل. مظبوط. مش غريب عليك. مظبوط. ان ده اللي اهالينا ادهولنا. انت بقى كان ربنا اداكي موهبه الاداء والسوشيال ميديا وسامح الفن كل واحد في حتته بيبدع بهوايته اللي هو اتعلمها او بالموهبه اللي جات له على حسب الظروف بقى اللي هي متاحه. بس في بيز يعني عمر سامح ما هينجح الا اذا كان اساسه انه ملتزم بيحترم الناس بيجي في مواعيده وبعد كده بيبسط الشيء اللي ربنا ادهوله. فبيبقى المتلقي عندنا في الحقيقه انا بسميها الحقيقه اللي هي الرياضيه انا وهشام بنلعب في الواقع ساعه ونص دي حقيقه. المتلقي هنا بالنسبه للفن اللي هو انا مش بسميه وهم انما اللي بيخليني اصدقه. يعني انت بتعملي حاجه فنيه بتخليني اصدقها وانا شغلت يمكن شويه في طبعا في الفن. لا ده احنا يعني لسه هنكمل هنتكلم على موضوع التمثيل ده ونشوف. فهو انا عاجبني السؤال اهالينا ادونا ايه؟ الحقيقه ادونا الالتزام كله اللي انا اقدر اواكب بيه حياتي بعد كده في اي مجال. مش لازم ابقى صلاح مش لازم ابقى بس لازم ابقى ابويا هشام ياكل. ما ابويا هشام ياكل واطلع دكتور. صح. دي حاجه تانية. صح. هشام عايز ابنه يطلع دكتور مش عايز يطلع كوره. من كل اللي شافه في الكوره على فكره مش عاجبه اللي شافه على فكره. الكابتن ياكل كان بيتخانق كتير جدا مع الوالده على حكايه ان انا مش مركز في المدرسه في شفت كان بيقول لي طبعا وانا امي كمان اكمل تعليمي بشكل كبير لكن جميل. في الاخر لازم يبقى فيه كوره صح. لا هو ولو كان رافض لا هو كان رافض ان انا الكوره والزمالك ولا حاجه ثانيه. لا يعني يومين بعد دخلك الزمالك عشان باباك ولا ايه؟ عشان احنا عرفنا ان كان النادي الاهلي كان عايز يوقع مع حضرتك. ده بس ده بعدين. لكن هو الوالد وانا صغير المدرسه كان يهمه المدرسه اكتر من الكوره. من الكوره. يعني كان عنده دي نمره واحد وكنا بناخد علق عشان احنا انا قاعد 24 ساعه بلعب كوره في الشارع او في المدرسه. يعني انا كنت انزل مثلا ايه اصحى بدري الساعه 5 الصبح واروح اقعد مثلا في المدرسه فاقعد ساعتين ثلاثه العب براحتي انا واصحابي. ما هعمل ايه؟ ما هو ما فيش الوقت. الحصه الالعاب لما بتيجي بتخشها مثلا بتقعد تلعب الرياضه بتاعت اللي هي التوافقيه والحاجات دي كلها. فتيجي تبص تلاقي نفسك الساعتين الثلاثه واللي بعد ما تخلص المدرسه تروح تلحق في الشارع قبل ما ايه. وانا عارف مثلا موعد بابا هيجي على الساعه 7. ايوه انت فاهم. الحق اكمل لعبه قبل العب الساعه دي قبل الغدا. قبل الغدا. ولو كان ايه لو انا يعني في مره من المرات رمى علينا ترابيزه الاكل كلها لما اتاخرنا على البيت. فهو قاعد وعامل الغداء ذكرى عمرها ما تتنسي. لا ذكرى عمرها ما تتنسي. بالظبط. والترابط الاسري يعني هو كان مهتم ان انت لا ما انا بقول لك في حاجات
يعني على قد ما هو كان يعني حبيبنا ان طبعا بقيت نجم وكلام من ده، على قد ما برضه ان هو كان غضبان من حته الدراسه، كان عايز الشهاده باي شكل. تمام. يعني وانا يعني اتعطلت شويه نتيجه احداث كتيره جدا. هنعرف الاحداث دي لحد دلوقتي، الحاجات دي لازم قوي حد يبقى في اي حته قبل ما تطلع فاصل. ايوه. انت خريج ايه؟ معاك شهادات ايه؟ لحد النهارده ولا لا؟ اطلع فاصل. طب ايوه، طب ما طلعنا انت فاصل. اقدر اطلع وش عمي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن هشام، لكن هنكمل لكن بعد الفاصل ان شاء الله. هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين مع الجمله اللي منورينا النهارده في ليله العيد، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن هشام يكن. وكنا في الفاصل عمالين يعني تنقل، يا ريتنا كنا بنصور الفاصل. يا خبر ابيض. والزمالك. احكوا لنا بقى الكواليس، وانتم بتقولوا انه زمان حاله الاهلي والزمالك كانت ألذ من اللي موجوده دلوقتي. بس كان في حق جماهيري. يعني احنا نقعد مع بعض، نخرج مع بعض، نسال على بعض. احنا كنا على طول على طول. مين كان من صحاب حضرتك من نادي الزمالك غير كابتن هشام؟ او مين اللي كنت؟ هشام اصغر مني. انا اصغر من الكابتن هشام. انا كنت في لحقت كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن طه، محمد صلاح. مين اكتر لعيب في الزمالك يا كابتن شريف كنت بتحبه على مدى التاريخ، مش لازم الفتره اللي حضرتك لعبت؟ حسن شحاته. كنت بحب كابتن حسن طبعا قوي. كلنا بنعشق، لان انا لعبت معاه في المنتخب، كان كابتن عليا. فقد ايه لما بتقرب من حد بتلتمس بيلعب ازاي، شخصيه قيادته، وده بان في 2006 2010 طبعاً. الراجل ده هذه الشخصيه، شخصيه كرويه بحته، شرف مصر في جميع المجالات، لعب بره مصر ولعب جوه مصر طبعا. فهو كان لعيب موهوب جدا، وقدوه ومثل، قدوه واخلاق وكل حاجه. لما كنت ما العبش ماتش في النادي الاهلي ويكلم في تليفون يسال عليا انت عيان، ليه ما تلعبش النهارده، طب اجيب منين حد، خدت بالك، بالاحساس ده وبالشكل ده وبالقلب ده وبالسلوك ده، الا اذا كان هو ربنا مديله كتير يعني. صح. فكابتن حسن شحاته من الناس اللي انا يعني اتشرفت ان انا لعبت معاهم واتفرجت عليه. ده انا فاكر كويس جدا الماتش اللي انا كنت لسه بقول لحضرتك عليه، لما لعبوا كابتن خطيب لبس فانيله الزمالك وكابتن حسن. رحنا ده كان اعتزال في ده اعتزال صح؟ ده مباراة اعتزال. ايه اكتر ماتش يا كابتن شريف حضرتك كنت يعني بتحبه قوي، واكتر جون انت حبيته قوي انت احرزته، واكتر ماتش انت عيطت فيه ضايقت فيه؟ اي ماتش بنلعب فيه الزمالك كان بيبقى بالنسبه لنا حضور لوحده يعني. فكنت بتبدع فيه غصب عنك، يعني انت بقى وامكانياتك، لانك بتلعب فرقه كبيره جدا واسماء منتخب مصر كلها. يعني انا هلعب على محمد صلاح، ده باك مصر. جنبه ابراهيم يوسف الله يرحمه، ومحمود سعد، وسامي منصور، وسامي منصور نص الملعب، فاروق جعفر، حسن شحاته، طه بصري، علي خليل بيلعب، علي خليل او 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 نوادي ثانيه زي بايرن ميونخ يا كابتن. لما لا او نوادي ثانيه مش لازم بايرن ميونخ، ده كان ليه حساب ثاني. ايوه. انما الزمالك انت هنا الجماهير، انا خدت حب جماهير النادي الاهلي في ماتش الزمالك. هو عشان عارفه يعني كان انا طلعت كل اللي عندي والحمد لله ان احنا كسبنا الماتش ده، وبصمت مع جماهير النادي الاهلي ان ده لعيب بيعدي وسريع وبيروح للجون سهل، وعلى مين؟ على احسن لعيبه في مصر. فخلاص اتصنفت. صح. فهو ده الماتش اللي انت ممكن تبكي فيه. ايوه. اللي هو ممكن يبقى فاينل وانت ما بتلعبوش حتى. يعني انا اتحرمت من الفاينل بتاع 82، مع ان انا من العوامل اللي ساعدت النادي الاهلي الحصول على هذه البطوله، ولكن اتقلبت بعربيتي. دي اللي كانت الحادثه اللي خلتك بعد كده تتجه للتمثيل. حياتي كان بريكن بوينت بتاع شريف عبد المنعم ده، واحنا بنستلم، كنت في لندن في السرير بتعالج وبيستلموا البطوله. ده بكى بقى يا كابتن شريف؟ ده دموع، لان كنت هبقى احسن لعيب، احسن جناح في افريقيا. لا لا، هو شريف كنت في الوقت ده بومين جامد.
لا ترجع بقى تشتغل من تاني. كان نجم كبير وكان لعيب كبير قوي يعني، مش عشان يعني هو صديق او يعني احنا قاعدين مع بعض، لا شريف وحضرتك كان ككابتن بص كلهم كانوا حاله، نادي الزمالك ونادي الاهلي حاله طبعا، ومش الاهلي والزمالك كمان، ده انا اقول لك كمان ايه، هتدخل المقاولين، هتدخل مصر، هتدخل الاولمبي. انت عارف الاولمبي الاتحاد كان فيها مين ومين، وينجين عاملين ازاي؟ الجارم والبابلي ها؟ الجارم وعادل البابلي. عارف يعني معنى انك انت تلعب مع اتنين زي دول قدامك. انا لحقت الناس دي، حمدي نوح انت فاهم في ال كنا لسه بنكلم حمدي نوح فبقول له فاكر عبوده؟ عبوده فاكر الشاشيني فاكر عندك عارفين كان دايما بيفرخ لعيبه جدا. لا 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 كان احمد انا بقول لك ايه، بص انا هقول لك لا ده كان في كاس كبير بقى في الاولمبي الاولمبي الكاس الكبير والدقاق بين الدقاق وطلعت يوسف ايه ده فيها وشحتة وكيبر اسكندراني كان وشحتة لا شحتة اسكندراني ده في اسكندراني في الاتحاد كان فرود. طب احنا عرفنا كابتن هشام ده مدافع، انا كان يعني انا شخصيا كابتن هشام لما كان ينزل انا ببقى مطمن جدا. يا كابتن انا قلت لك على الكره اللي قطعها في ماتش الجزائر، ماتش الجزائر دي منعت الجزائر من دخول كاس العالم ده في دقيقه 3 هو احكيها لك بقى اللقطه دي. بص والله انا جسمي اشعر لما والله بقول لك منع 5 وخصوصا منتخبات قويه زي المغرب والجزائر دايما بيبقى يعني طبعا هقول لك على حاجه، طبعا الاحداث اللي قبل المباراه هي المشكله طبعا، مش المباراه بالنسبه للعيبه ولاعيب الكوره والكلام ده، لكن هي الاحداث اللي حوالين. انت قاعده مثلا مش متخيله كميه الضغط الرهيبه في الماتش ده بالذات، اللي هو الماتش ده الجماهير كانت عامله ازاي، ال 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 يعني الحركه بتاعتنا كانت صعبه جدا، مش عارفين احنا كنا 0-0 هناك ب0-0 المباراه هناك. انت وصلت بص بقى الاحداث بتاعت المباراه الاولانيه، رحنا الجزائر قبل الماتش بخمس ايام ورحنا على الفندق اللي احنا نازلين فيه. طبعا عشان تنزل الفندق واخدينك مسافات طويله عشان تجهد، عشان ايوه انت عارف الطيران كان زمان كمان ما بين الدول كان بتاخد ايه 4-5 ساعات عبال ما تخلص اجراءات، ساعتين عبال ما تركب لك العربيه تاخد لك ساعتين، يعني توصل لك في حوالي 12-18 ساعه انت فاهم، عبال ما توصل المكان اللي انت هتكون فيه اجهاد ما بعد. فهو بياخدك لبلد وراح واخدك لبلد تانية اللي لعبت فيها المباراه تنزل تبص تلاقي الجماهير بقى الجماهير بقى انت دخلت الفندق وانت قاعد محطوط في حته ما بين طريق فوق وطريق تحت يعني هو الطريق عامل ازاي بينزل فالجبل فالفندق معمول في النص، فظهرك طريق وعالي وباصص على الفندق وقدام الفندق من تحت طريق برضه لان انت ملفات المكان اللي احنا فيه. فوجئنا بالجماهير جايه الساعه 3 الصبح 4 الصبح وبصوتهم العالي جدا الجزائريين، هم عندهم نبره قويه حماس جدا حماس فظيع وما خلوناش ننام الصبح. وصلنا خلاص تمام ومفيش اي مشكله، التمرين الصبحي على فين؟ على الملعب. طلعنا على الملعب فوجئنا بالملعب ان في حوالي 30,000 متفرج، ده الساعه اللي هي اللي موجوده في البتاع 30,000 قاعدين وقاعدين يشجعوا الجوهري. ده كان انتصار ان انتوا 0-0 راح عامل ده تمرين راح منزلنا الملعب وراح عمل استراتيجية تانية في التدريب قدام الناس دي لمدة 5 أيام وقال لهم تعالوا ماتش التمرين التانية والتالتة والرابعة، الأربع أيام اللي ورا بعض حضروا الجماهير التدريب بتاعنا والتمرين ما فيش أي نوع من أنواع السرية خلاص ورحنا نزلين الملعب. جه يوم الماتش نزلين الملعب الجماهير هي ونفس الهتافات فهم ونفس كل حاجة انت تعودت عليه صح خلاص. الضغط ده هو حطكم في حالة الضغط اللي موجودة يعني الإجهاد النفسي اللي هم بيحاولوا خلانا ننزل الملعب كابتن جوهري رحمه الله انت فاهم يعني بص السياسة بتاعته خلانا ننزل الملعب متعودين انا بتشتم من الجمهور الجزائري وده ما اعرفش ايه الخمس ايام نفس بقينا قاعدين بنهزر ونضحك نزلت الماتش بالظبط نفس الاحساس التدريب اللي انا شعرت بيه فبقيت بلعب وانا ريلاكس جدا. طب لما رجعت بقى ده انا هقول لك على حاجه ده انا في الماتش ده في كرة قطعتها برضو جوه ال18 ورقصت والترقيصه اللي هي اللي قطعتها بيها دي
لو كانت اتقطعت مني كان ممكن تيجي جون برضه. اوبا. لكن ثبات انفعالي هو حققه لك. الثبات الانفعالي حققه لك، خلاص بقيت بتلعب عادي ريلاكسيشن مفيش مشكله. طب احنا ليه ما عندناش الحاله دي في ماتشات المغرب العربي على وجه التحديد؟ بنبقى مشدودين، حتى الجماهير بتكون مشدوده، بنبقى قلقانين على اللعيبه وعلى الجمهور اللي بيشجع هناك، بتبقى حاله كده مش يعني الحاله بقى ما بنبقاش مطمنين لما لا بيبقى الحاله اضربيها بقى في اضعاف اضعاف. تعال بقى شوف لما جيت هنا مصر. ايوه طبعا لما جيت هنا مصر بعد الماتش ما تعادلت 0-0 قبل اللقاء طبعا الناس عايشه على بقى خلاص يعني 0-0 ومباراه 1-0 من كده مفيش فرصه بقى هتحل حياتنا كاس الجماهير. الجماهير اولا قعدنا اسبوع في التدريب بتاعنا بقى ايه طبعا الشد والاعصاب. انا جيت اليومين الاخرانيين مش عارف انام ليله المباراه مش نايم يا جماعه يعني انا يا هشام عايز اقول لك على حاجه إيه؟ خلينا نطلع من القصه. انت القطعه اللي قطعتها دي أيوة. على الخمسه هي دي احنا عايزين نوصل اللي كانوا رايحين على الجون اسمعني بس القطعه دي لو كانت دخلت فينا بين 1-1 لا هي دي هي كان هتبقى 1-0 ليه واحنا جبنا جون 1-1 خرجنا يعني يعني انت سبب الجون اللي جابه مجدي عبد الغني بتاع ضربه الجزاء ده. لا يعني صحح بقى السؤال يعني ما انا مش فاهم هو انت يعني سبب انت ولا سبب انت سبب ال سبب الوصول طب اوعى تنسى الجون لا لا اوعى تنسى لا الكره دي فعلا لو لو بص لو فعلا يعني عندنا المخرجين يجيبوها الكره دي رابح ماجر طبعا احسن لعيب كان ساعتها في الوقت ده طبعا في اوروبا كان احسن لعيب في اوروبا فكان هتتلعب له هتعدي له هيروح هو انفراد نص الملعب لان هاني رمزي كان قدام في في الكورنر راح في اللعبه دي وانا الوحيد اللي واقف ورا لو ما كنتش متمركز صح في الحته دي وده الفرق عن يعني الدفاع زمان والدفاع دلوقتي. الدفاع دلوقتي بياخدوا ادوار هجوميه شويه وده مختلف عن طريقه اللعب اللي كنت بتلعبه. لا بالعكس بالعكس لا 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 هو معانا هناك من الاستوديو. بصي احنا كان عندنا تواجد هجومي كتير انا عندي اشرف قاسم و لا ما كانش بالشكل ده ما اشرف دلوقتي يعني عامه بعدم الالتزام اللي بعدم الالتزام اللي موجود دلوقتي ده لا لا دلوقتي لا كان الوحيد اللي ممكن يعمل ده كان كابتن هاني رمزي عدم الالتزام مش بتشوفه المدافع خط وسط شويه عادي انه انا الوحيد اللي بيعمل كده يكون لي ادوار هجوميه انا هقول يعني انا الوحيد اللي ما كنتش بطلع لقدام انا الوحيد اللي ما كنتش بطلع لقدام ما طلعش الكرات الثابته ما طلعش اي حاجه انت اللي كنت مطمنا كابتن الجوري جاي دايما لان انا عندي حته التمركز بتاعت الكوره عاليه شويه يعني ممكن ايه اقطع في كوره مثلا ممكن 2-1 ودي ما تبقاش سهله صعب جدا صعبه ليه لان بيبقى الفرد مثلا جاي لوحده هضغط عليه ولا هعمل على الثاني فبخش على الثاني فبعمل انا عمليه موازنه فدي الحته اللي كانت موجوده عندي عشان كده ما كانش الكابتن الجواري يطلب مني حته الهجوم يقول لي هشام طب دلوقتي يا كابتن هشام من وجهه نظرك احسن مدافع في مصر بص هي سؤال سؤال اصله انت حكايه انت قلت التمركز دي احنا دلوقتي سبب المشاكل انك انت لما بتروحي تهجمي وخاصه لو انت مش كسبانه مثلا متاخره بهدف او متعادله فالفرقه كلها بتروح تهجم عدم التمركز اللي بيقول عليه هشام لازم يبقى في ناس احنا لما بنتقطع مننا الكوره بتبقى مشكله علينا والهجمه مرتده بسرعه واللعيب ياخدها ويروح على يجيب جول مش عايز ادي اي حاجه فده عدم تمركز من انت اهم حاجه في الفرق الكبيره زي هشام لو كان بيلعب مثلا وهاني رمزي ان الكره الثانيه دي تبقى بتاعتنا مش ضدنا فلازم بموقفين صح هو كمان يا كابتن ضاغطين مع فرقتهم صح زي الفرق كلها في العالم مش هتلاقي فيه خطوره انما لو احنا واقفين غلط واحد هناك والباك مشي ومحدش غطى مكانه عدم التمركز ده هو سبب الكوارث اللي احنا بنتفرج عليها بنبقى والمشاكل اللي بتحصل بنبقى شويه يا كابتن بص محتاجين الأهداف. اللقطه ما هو بص اللي هو خلي بالك يا كابتن يعني انا بنبقى مشفقين جدا على اللعيب اللي واقف عدم المباراه كلها بص اتفرج على كل الاخطاء الاهداف اللي دخلت كلها اخطاء دفاعيه اتفرج على كل الأخطاء. يمكن عشان المدافع دلوقتي يعني عايز يكون عنده رصيد من من انه يحرز اهداف لانه يمكن تاريخ كبير من الـ من الـ يعني من المدافعين حاجة. ما أيوة. عندوش عدد اهداف لانه كانت شغلته مدافع لا وجبش مهاجم بص انا هقول لك على حاجه في دلوقتي يعني لو هنتكلم احنا عندنا حاجات كتير جدا غلط النهارده معظم المدربين الموجودين في السوق كلهم بنسبه كبيره مش شو اكتر منهم يعني مش
عشان بس نتكلم في حاجات معينه. انت النهارده من مدرب ممكن يشيل منتخب مصر في مصر؟ ما عندكش حد خلاص. خلاص لا بص يا كابتن، ان كوبر لا بص اسمعني بس خلينا بس ايد اللي فهم كويه اللعيبه المصريه. احنا عايزين حسن شحاته. بص انا عايز حسن شحاته. بص بقول لك خلينا نتكلم واقع. احنا كلنا دلوقتي بنشتغل بالفهلوه، معظمنا كله بيشتغل بالفهلوه، عشان كده انت مش قادر تصنع لعيبه. النهارده لما يبقى ما عندكش باك رايت لمنتخب مصر دلوقتي، ها، وباك ليفت يبقى احمد فتوح بس فقط، انت فاهم، ما عندكش حد تاني، يبقى انت ما عندكش مدربين بتشتغل صح مع او العالم. ما عندكش في كل مركز. مع اننا عشان كده بنتكلم عن بقى دور المدارس كويس في اكتشاف المواهب، وان احنا نكتشف الناشئين بدري بدري، ما نستناش يعني. عندنا مواهب، لكن يمكن بنكتشفها متاخر. ثانيه واحده بقى، مين اللي بيدير كره القدم؟ انا عايز اطلع من الملف بتاع كره القدم. آه. عشان احنا بكره العيد خلاص. آه. وعايزين نتكلم في ايه؟ في ترافولتا الكره المصريه. يعني نبعد شويه عن الكوره. بقول لك انا ماشي. كنت بتنبسط باللقب ده على التنشيط. انا نقلت الكوره. عايز بقى اوليفيا. كابتن هشام، انا نقلت موجوده. انا نقلت الكوره كده. كنت بتنبسط بيه طبعا. ما كنتش بتحبه ليه بقى؟ اول ما نزل ساتردي نايت فيفر وترافولتا ده الرقص والبتاع، فكنا احنا لعيبه كوره. يعني ايه يسموه رقص وبتاع؟ طب حبك للتمثيل يا ريس، لا واخدت يعني جايزه قبل كده في التمثيل يعني كمان مش حولك بسرعه بس عشان يعني كنا في مسلسل. هو الموضوع جه بعد الاصابه بس عشان نقول للناس يعني نقطه التحول دي جت بعد الاصابه. بقى سنه بحالها قالوا تيجي تمثل، قلت لهم اجي. بعدين ما رحت عملت فيلم كده ورجعت عملت، ما عملتش حاجه. والناس دي انا اقدر اخدم في الموضوع في الحته دي كويس، وانا شكلي عندي موهبه ولا ايه؟ قعدت بقى في حوارات نفسيه لغايه لما بطلت كوره سنه 89. اتعرض عليا تاني في كاتب ومخرج اسمه نبيل صاروفيم، قال لي بقول لك ايه، انا عارف انت ممثل كويس، تعالى. وعملت فيلم مع وكاريزما كمان يعني. عملت فيلم مع استاذ محمود ياسين وعزت العلايلي ويرحمه يعني، وشهيره وناس كتير قوي، اسمه عوده الهارب. ابتديت احط رجلي ازاي اتعلم. ودور الضابط مع ليلى علوي برضه. ما هو ده دور الضابط اللي خلص عليا في الفيلم. ده الحادثه التانية. دي الحادثه التانية. ده كل مره بيطلع ترند بقاله فتره، كل شويه بيطلع ترند. انا جاي اعمل في احمد رمزي، خدوني بقيت لواء في السينما. لقوني بقى جاي من الكوره ومش عارف ايه، وانا اصحابي كلهم ظباط وبلعب دور الضابط ده كويس. خليه بقى ماشي في الكارير ده معانا كده. هربت منهم فين؟ بس هو الجايزه دي جت. ايوه. وبرده حكم دار الصعيد يعني برده ما عتقنيش، استاذ محمد راضي الله يرحمه. فجاب لي ورق كده. استاذ محمد؟ محمد راضي. راضي. جاب لي حاجه اسمه كومي، كان عامل ممدوح عبد الحليم الله يرحمه. وإلهام شاهين مصر كلها عادت طبعا. فجاب لي كده قال لي تيجي تعمل ده الدور ده معايا ولا ده؟ فبصيت كده قلت له انا مش عايز اعمل ضابط تاني ولا حاجه، بس في مشهد عندك هنا لو انا وانت ما خدناش عنه جايزه نقفل البتاع وما نتكلمش في الفن. كنت مشاور على المشهد ده. مشهد انا بقبض على هشام سليم بندي له الصحه. سليم سعيد. سليم اوكي. اللي هو الله يرحمه عبد الله غيث كان عامل بتاع خط الصعيد، كان اسمه ايه؟ القط الاسود تقريبا. لا لا هو لا كان الخط الاسود اشهر حاجه. قال له ادهم الشرقاوي. فكان هشام يواكب ادهم الشرقاوي في المسلسل. اوكي. فبقبض عليه سامح وبخش بيه القريه جره. جره ورايا في الحصان وبلف بيه القريه قدام القريه كلها وبوقفه كده وبمثل بيه قدام الناس كلها. وبقتله. بس بيستفزني فبقتله. وبعد كده بتخش الهام شاهين والشعب بيصوروا عليا، هي حاجه سياسيه. وبتضرب بالنار. قلت له احنا لو ما خدناش هو ده المشهد بالسبب. مشهد مشهد وانت بتقراه يعني انت شايفه في دماغك. انا مش شفته بس يعني انا لو بتفرج عليه
حاسس ان انا بتفرج على فيلم امريكاني يعني اللي هو العظماء السبعه يول براينر داخل وخيل وشارلز برونسون واقف ومش عارف مين اسطوري يعني مشهد اسطوري شويه بزميل جراند مزانسي يعني اللي هو بانوراما كبيره قوي هتحصل فانا وفعلا لقيت غسان مطر الله يرحمه بكلمه لا كيلو ايه قال لي انا بستلم الجائزه بتاعتك قلت له جائزه ايه احسن ممثل عن الكومي الكومي مين الكومي انت بتتريق عليا قال لي والله استاذ صفوت الشريف الله يرحمه بيسلمني جائزتك وجائزتي برضه قلت له مبروك عليك يا حبيبي وفعلا جاب لي شهاده من احسن منين دي جت من لجنه المشاهده اوكي يعني يجي بيتفرجوا لجنه اسمها مشاهده سامح طبعا عارف طبعا فقالوا له الراجل ده كل ما بيطلع علينا عملت المشهد الدور الحكمدار ده بمسؤوليه الامن في عصره اوكي يعني فاكر عصر الادم الشرعوي فانك تعمل التمثيل وما يحسوش ان انت راجل مش ممثل ما عرفوش ان ده بتاع الكوره مثلا او الرياضي اللي انت جاي. عشت قوي 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 يا كابتن عملت الشخصيه دي زي ما بشوفها كده المفروض تتعمل كده صح وتوفقت الحمد لله فهي الحمد دي لله. دي اللي خلتني امشي في اي حد يقول لك كابتن هشام وكابتن شريف عايزين كلمه من حضراتكم لطلاب ثانويه عامه طب انا اسف يا هدير انا اسف قبل ما يعني الكلمه الوالد والوالده كابتن هشام يا كان بمناسبه الفن الفرح بتاعهم يا كابتن هشام اصرارهم بحضور عبد الحليم حافظ عبد الحليم اللي طلب وصباح اصرار عبد الحليم على ان احياء حفل الفرح مش كابتن يا كان لا عبد الحليم حافظ هو اللي قال انا عايز بالظبط فاتفقوا على يوم خميس الفرح انه يتعمل يوم خميس وان عبد الحليم يعني احياء الفرح ده هو اللي عايزه وصباح وعبد المطلب وضحايا كاريوكا وناس تقيل قوي حضره الفرح المهم كابتن ياكن قاعد بقى راح موزع كروت الفرح وكله تمام قبليها بفتره لان ما كانش فيه السوشيال ميديا او التلفزيون او كلام من فالمهم خلاص بعت الكروت واليوم الخميس جه لعبد الحليم حافظ ان هو ايه الدكتور هيجي يوم الخميس ولازم ينزل على لندن يروح فالفرح يوم الخميس والطياره بتاعته يوم الخميس فمش هيقدر يروح الفرح مش هيقدر يحضر الفرح وهيعتذر لكابتن ياكن فكان في طبعا الاستاذ ربنا يديله الصحه والعافيه فهمي عمر مذيعنا الكبير والخال الكبير عندنا طبعا وكان عضو مجلس اداره فهم قاعدين بيتفقوا عبد الحليم عايز يحضر الفرح وعايز يغني طب يعملوا ناجله طب المعازيم اللي جايه هيبعتوا لها ازاي بالالغاء فالمهم راح ايه راح فهم عمر باين عليه راح قاعد وهو كده قال لك ايه انا عندي اقتراح راح عامل لا تشرب الدواء انه سم قاتل فاكر الموضوع ايوه طبعا راح الراديو واعلن على ان الفرح تم تاجيله من يوم على المعزومين بقى والناس دي عشان توصل الناس كلها الفرح راح قال لك ايه قبليها يوم الاربعاء يعني في الايام اللي قبل البتاع ده انه الفرح بقى يوم الاربعاء علشان بدروا يوم بدروا يوم فراح عامل اتصالات بالراديو قاعد يقولوا بقى ليه يموهوا على الموضوع ده ان الفرح تم تاجيله من يوم الخميس يوم الاربعاء يا نهار ابيض جه مين الجماهير جت الفرح كله بقى مع عبد الحليم حافظ دعوه عامله بقى خلاص لا عبد الحليم حافظ وصباح وصباح غنت الفرح كان فين عند نادي الزمالك ما جماهير بقى لا بالظبط ف ده كابتن يعني حاجه عظيمه قوي يا كابتن قال لك فرح اسطوري انا عندي طبعا الجريده قال لك فرح اسطوري يا كان يعني سبحان كان الله ويتقال في ال وعارف مين عندي الصور عارف الصور مين اللي عندي اللي كان بيرقص في الفرح مين كابتن كان بيحب قوي بابا بتاع دمياط رفعت الفناجيل رفعت الفناجيل ده احنا كنا عايزين الصور دي يا كابتن ما انا بقول احنا كنا عايزين نحاول لا ما انت لو شفت الفرح كان حاجه لا احنا نحاول نجيب الصور دي يا جماعه اللي عايز اقوله ان رفعت الفناجيل كان بيرقص في الفرح تماما لانه كان عاشق للكابتن ياكل
والناس كلها كانت بتحبه. لا كانوا بيحبوا بعض. تبقى نجوم الاهلي والزمالك واسطوره الاهلي والزمالك اسطوره طبعا. ما بتخلصش وما بتنتهيش وعشق للشعب المصري. يا هشام ده حبيبي. لا يعني احنا في يعني عشره جميله والصداقه اهم حاجه الصداقه. سنة ما بصرف النظر بتليفونات نطمن على بعض. طب احنا يعني بوجود قامتين كبار زي حضراتكم يعني وقدوه عايزين ندي بس ايه يعني شويه نصايح للطلبه وندي معلش انا اسف هخرج بره البتاع وندي شويه نصايح برضو للمشجعين الجماهير بعد اذن حضرتك. خلينا للطلبه فرصه ذهبيه جدا انك انت بتلاقي حد يبقى واقف جنبك عشان تدرس. يعني اتثقف الاول وادرس وكل حاجه بتيجي زينا زي ما جت لنا بتيجي واحده واحده وبتمشي في شكلها الطبيعي. انا بدرس بعمل الهوايه بتاعتي احنا كنا بنتكلم عنه بروح اتمرن بطلع الرياضه اللي بتنمي عقلي كتير جدا. بلاش نعدي خمس ست سنين قدام خلينا نعيش فترتي اللي انا فيها دي سنها بسنها ونسمع الخبره او نسمع الاكبر مننا او المسؤولين عننا. طب ونقول ايه لاولياء الامور يا كابتن شريف؟ اولياء الامور اهتموا شويه بالزياده بان الحياه اتغيرت غيرنا احنا. الطلبات كانت قليله زمان دلوقتي الطلبات بقت اكتر وبقت ارهاق لكل حاجه. اهتموا ان الحياه احنا عدينا في كورونا وعدينا فانت بقيت مهتم بالصحه ومهتم بالتعليم مهتم بكل حاجه في وقت الدنيا كلها بقت بسرعه قوي طبعا. فجود لك او ربنا معاكم يعني يا مش قادر اقول للاهالي كلهم خلاص احنا شفنا الحياه وكلام من مش عندنا غير اولادنا. يعني اهم حاجه دلوقتي ان احنا اللي نفسنا في كل حاجه نديه لاولادنا بس بمعايير اللي هي مش طبعا الكتير قوي عشان ما يوصل الكتير قوي صح بقدر يعني مش عنده موتيف لاي حاجه ما عندوش صح اي حاجه تانية يدور عليها هو لازم يبقى عنده دايما البحث عن الافضل والبحث عن الاكتر والبحث عن مكانه واحنا نبقى مش قادر اديله كل حاجه انا وفي الاخر هو مش يعمل حاجه صح احنا يعني نبقى سبورت لازم كلنا سبورت لولادنا بس بمعايير اللي هي في السن نفسه اللي تفيدهم. طب والمشجعين بقى جميلية. مشجعين خلاص اديكوا اتحرمتوا من التعليم واتحرمتوا من المشاهده واتحرمتوا من كل حاجه وحرمتونا منكم ملاعب فاضيه حاجه دمها تقيل. احنا احنا لولا وجودكم ما تبقاش في طعم لاي حاجه. ارجعوا بقى يعني ارجعوا ورجعونا معاكم ولما بتبقوا موجودين احنا بنفرح فرحونا صح عشان صح. حتى اللعيبه دي عندها انتماء صح اللعيب طول ما هو في حق ليه للجماهير دي عليه هيحس بيها بوجودها بيموت نفسه علشان الماتش الجاي بتاع 21 هشام اكيد هتلاقي 3000 و3000 ناس. الماتش اللي فات كان في طعم في الملعب صح وكل الدنيا عدت ما نبقى 20000 و20000 ان شاء الله ان شاء الله نوصل للحاله الطبيعيه اللي طول عمرنا عليها اللي زي ما انا وهشام قاعدين كده. كابتن هشام بقى نصايح حضرتك طلبه ثانويه عامه واحنا في العيد مشجعين يعني بالتوفيق طبعا لطلبه الثانويه العامه. طبعا انا اتمنى ان احنا طبعا يعني ان شاء الله باذن الله ان اولادنا فعلا الدراسه مهمه جدا والثقافه مهمه جدا لان لو انا النهارده عندي موهبه لازم تثقل بالدراسه وبالثقافه لان انا ممكن احترف النهارده في عصر الاحتراف ما بقاش في اي حاجه يعني ممكن النهارده ابقى راجل يجي لي عرض كويس هروح وانا عندي ثقافتي العاليه بعرف اتكلم لغات بعرف الحاجات دي كلها فبتديني الناس هناك تحترمك اكتر. تعليم فارق طبعا طبعا اللي بيبقى ثقافته قليله وعندنا ناس كتير جدا ممكن تكون راحت حركت بسبب الثقافه وبسبب عدم الفكر الجديد او الاسلوب الجديد بيأثر عليه فما تلاقيش يقدر يعيش بره صح. فتلاقي عشان اللغه مثلا ممكن ما بيتكلمش لغه او كلام من ده فتلاقي ممكن يرجع من هناك بسرعه لان الحاله المعنويه والنفسيه والارتباط بيأثر صح. عليه فيبتدي ايه يتراجع لعيبه كتير تتراجع ما يقدرش يعيش صح حياه الاحتراف والعكس صحيح مظبوط. الدراسه مهمه جدا. انا طبعا حته مهمه جدا بقى انا عايز اتكلم فيها صغنونه بسرعه يمكن بتاع ده انا عايز اعمل مدرسه رياضيه. المدارس الرياضيه دي مهمه جدا لان النهارده الكوره بقت صناعه
يعني ما بقت خلاص يعني النهارده، او الرياضه عامه، العاب الهاندبول، السله، الطايره، الحاجات دي كلها بقت رياضه مهمه جدا. انا عايز ابتدي استثمار فيها طبعا، يعني اعمل ان يبقى الطالب بيذاكر بياخد الحصص المناسبه، ويبقى في نفس الوقت هيئ له الجو اللي يساعد انه اطلع لعيب كره محترف وفي نفس الوقت متعلم بالزبط. كويس بالظبط، اخد موهبته ان هو الاول قبل ما يشترك اشوف الموهبه اللي عنده، يعني يشترك في المدرسه فياخد قسم كره القدم، فيبقى خلاص عنده دراسته للحساب والعربي والحاجات اللي هي والتاريخ والجغرافيا وكله، ومعاه جزء كبير من الرياضه ليه. ما انا برضو عايز اعلم مدربين، فالثقافه بتاعتي لما اجي اتعلم وانا صغير ازاي اعمل اعداد فني وبدني للاعب وازاي اطوره وكلام من ده، لما تكون في مدرسه متخصصه اكيد هتفرق. اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو مطبق كمان يا هدير عندنا في الاكاديميات الفنيه، ليه ما يبقاش في ده؟ يعني احنا مثلا معهد موسيقى عربيه او معهد الباليه هم بيدرسوا الفن بتاع الباليه او فن الموسيقى. انا شفت دلوقتي ما موجود الدراسات اللي هي الجغرافيا والتاريخ والكيمياء مدرسه. لا بس ايه، انا عايز اقول ايه، تبقى يعني الدراسه ما تبقاش عاليه، لان برضو مهما كان انا مش هعرف التاريخ كله. بيبقى في توافق، بيبقى في توافق. فدي هي النقطه، المشجعين احنا عايز مشجعين مش عايز يا ريت طبعا يا ريت طبعا. يعني كابتن الشريف قال طبعا عليهم نقطه مهمه جدا، يلا اتحرك، احنا محرومين من الجماهير. فابعدوا بقى، انا بقى حتى السوشيال ميديا هي دي اللي مبوظه الدنيا، الخلافات اللي بتحصل. تحبش انت السوشيال ميديا كابتن هشام؟ كل كلامك ان السوشيال ميديا دي هي اللي يعني شويه بتسخن الناس على بعض وبتعمل حاله الاحتقان اللي استخدامها السيء. يعني انا عايز اقول ان يعني الناس افهموا بقى ان احنا في حرف، في ناس مش عايزانا نرجع لبعض، يعني لحته الكوره انها ترجع بشكل كبير جدا، وناس بيبقى لها استفاده كبيره جدا ان طبعا الجماهير ما تتواجدش. احترم النهارده بتيجي الجمهور، يحترم الجماهير الاخرى، شجع فرقتك، اكسب، كسبت، خسرت بنسقف بالظبط وخلاص، وما فيش مشكله. انا يعني كابتن شريف بشوف وبيشوفني بنسال على بعض، وبنقعد في اماكن عامه او في اماكن مثلا خاصه، حفلات بتاع كلام من ده، ده شيء طبيعي. استحاله ان انا هيبقى في بيني وبينه مشكله عشان مجرد ان انا بشجع زمالك او بشجع اهلي. صح، يعني انا وزمالك عندنا مصير ان احنا لازم نلعب كوره وفي جماهير. لازم يا رب يا رب احنا ان شاء الله نستمتع كلنا يا رب. بنضم صوتنا لصوت حضراتكم، وكنا يعني سعداء جدا 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 بتشريفكم لينا، نورتونا في ليله العيد. كل سنه وانتم طيبين. كتر خيرك كابتن شريف. انا بس ده شرف لينا. انا داخل امثل. هو دلوقتي تعملوا فيلم بقى بطوله يعني نشوف نجوم الاهلي والزمالك بالفقره الرائعه دي الشيقه دي اللي كنا ايه كابتن ياكا ممثل والله. طيب احنا لازم نشوف. لا ده احنا نقول بقى ده، انا اعرف بقى ده بعد الفصل. واحنا في الفصل كابتن هشام ياكا وكابتن شريف عبد المنعم بنشكركم ونورتونا، وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعده نكمل الكلام وليله العيد. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنتكلم عن العيد وفرحه العيد، لكن كمان لما يجي العيد والنجاح مع بعض فرحه يعني بيكون طعمها غير، والفرحه فرحتين جوه البيوت، وخصوصا بقى بيوت الاوائل، يعني اللي طالع من الاوائل ده يعني العيد عنده حاجه تانية، واكيد اخذ هديه النجاح والعيديه. فالموضوع انا مش عارف ليه انت مركزه من اول الحلقه على العيديه يا جماعه، عايزين هو اهم حاجه في العيد العيديه. سامع تمدية قوي يا دير، يعني يعني انت تنكر ان دلوقتي لو حد اداك عيديه ممكن تتبسط؟ هفرح جدا. طيب انا مجرد ان انا معاك انت اللي بقيت بتدي العيديه فبقيت شايل همها. انا لو ما اديتش هفرح. احنا بنحتفل مع حضراتكم النهارده وليله العيد، كمان بنحتفل باوائل الدبلومات الفنيه. معانا النهارده في الاستوديو اثنين من اوائل الدبلومات الفنيه، عبد الرحمن ايهاب هو الاول في دبلوم المدارس الثانويه الفنيه الصناعيه نظام الثلاث سنين تخصص تكنولوجيا تطبيقيه. اهلا بيك يا عبد الرحمن، وكل سنه وانت طيب، والف الف مبروك. اهلا بحضرتك، والحمد لله رب العالمين على النجاح ده،
وانا بصراحه يعني ما كنتش متوقع ان انا اطلع من الاوائل الجمهوريه، بس الحمد لله ربنا كرمني ان انا طلعت الاول على التكنولوجيا التطبيقيه، وبجد يعني شكرا لكل اللي ساعدني في حاجه زي كده. منور يا هندسه. منور تفصيل عن الموضوع. خلينا كمان نرحب بميرام. اهلا بيك يا مرام. اهلا بيكي، منورانا ومبروك. ربنا يخليك يا رب. انت الاولى يبارك على دبلوم الدراسه الفنيه الفندقيه، برضو نظام 3 سنين وجايبه 90%. الف الف مبروك. الله يبارك فيكي. بصي متوتره ازاي؟ انت طالعه من الاوائل يا بنتي، يعني تبقي عندك ثقه كده عادي. يعني التلفزيون دي حاجه عاديه. متوتر قوي. متوتر مش عارفه ليه. احكوا لنا يعني الف مليون مبروك. الله يبارك وكل سنه وانتم طيبين عشان العيد بكره وبتاع. طب علشان ارضي هدير بس، خدتوا هديه يا جماعه ولا لا؟ لا لسه العيد بتبقى الصبح. ايوه بعد الصلاه. معاكوا فرصه لحد بكره الصبح. ايوه اللي ما يعني جهزش العيديه يجهز العيديه يا جماعه. السنه اللي فيها تفوق دي، يعني انا عايز بعد اذنكم اعرف بس ايه عشان ندي كمان نصايح لزمايلنا. اعرف كواليسها كانت عامله ازاي؟ يعني كواليس المذاكره، عدد ساعات المذاكره، هل انتوا بقى دحيحه وكده وعدد ساعات قد كتير ولا قليل، ولا تنظيم الوقت كان عامل ازاي؟ كواليسها بصفه عامه كانت عامله ازاي يا باشمهندس؟ يعني سنه ثالثه بالذات من اصعب السنين اللي عدت عليا دراسيا، خصوصا عشان مدرستي طبعا الجزء الفني والجزء العملي والجزء اللي هو النظري والمواد الثقافيه زي العربي والدراسات والاقتصاد والفيزياء. فكنت دايما مضغوط وبحاول ان اوفق وقتي بين الدراسه طول السنه. طول السنه كان عندي نفس المادتين اللي هو الفني والثقافي، فكنت بحاول ان انظم وقتي بالنسبه للفني والثقافي. فكانت بتعدي عليا ايام صعبه كتير، بيكون عندي فيها تسليم امتحانات ومذاكره، فكنت ممكن انام 3 ساعات في اليوم. لدرجه ان جسمي بقى متعود ان بنام 3 ساعات، عشان انا لو زودت في النوم اكتر في حاجه كتير هتفوت عليا. اللي هو طلب العلا سهر الليالي. نام 3 ساعات السهر سهر كتير. ميرام انت كنت بتعملي ايه؟ انا كنت طبعا كان في عيوب كتير قوي، وانا خايفه من ان انا ما انجحش او كده، بس كنت بنقي اي ساعتين في اليوم، سواء مش يعني ما يكون قادره بنقي ساعتين في اليوم بذاكر فيهم، بذاكر كويس. وطبعا كان كل اسبوع عندنا امتحان طبعا، فكنت بذاكر برضو قبل الامتحان ده كويس. كانوا المدرسين بتوعنا بيدونا مثلا جزئيه نذاكرها في عدد ايام معين، مثلا نخلص الجزئيه دي او الكام صفحه دولت في مثلا 3 ايام وبنمتحن عليهم. وطبعا كنت ببقى خايفه من الامتحانات دي قوي مع انها امتحانات عاديه، وكنت بنجح فيها الحمد لله وبجيب درجه كويسه. طب انا عايزه ابتدي معاكم قبل النتيجه، انتوا اصلا اخترتوا التعليم الفني ليه؟ يعني انتوا كنتوا متفوقين دراسيا، جايبين نتائج كام في الاعداديه عشان بس نقول انا جايبه كنت جايبه في الاعداديه كنت جايبه 200 تمام. يعني كان اقل تقريبا من مجموع ثانويه عامه بدرجتين. تمام. انا كان حاصل لي ظروف يعني في اعداديه مش حلوه، فده اللي خلاني يعني يحصل فيها كده. فدخلتها انا قلت لمامتي ان انا عايزه ادخل سياحه وفنادق، وهي كمان كانت سياحه وفنادق، كانت في سان ستيفانو. فقلت لها خلاص انا نفسي ادخلها وكده، وانتي وخاله كمان كنتوا فيها، وهي شجعتني قالت لي خلاص ادخلي طالما انتي حباها وكده. وطبعا في ناس قاعده يقولي لا ليه مش ثانويه عامه، لا ادخلي انت شاطره. لا لسه النظره دي انت شايفاها الناس بتتكلم عنها حتى بعد مساله التطوير اللي حصلت في التعليم الفني؟ في ناس بيتكلموا في النقطه دي اللي هو انتوا ايه تعليم فني، ما ثانويه عامه احسن وكده. بس والله هو لو انت ناجح هتنجح في اي مجال. صح. وتقدر ان انت وهتغير النظره دي عند الناس بالظبط كده، تقدر تنجح وتجيب اللي انت عايزه، وبعدين تقدر تاخد كورسات وتنمي مهاراتك، وهتقدر تعمل كل حاجه. وكمان احنا اعتقد يعني الدبلومات الفنيه كمان يا عبد الرحمن معديه مرحله ان انا اخلص طب اقعد ادور على شغل. يعني حكايه ان انا اقعد ادور على شغل، انا اعتقد ان انتوا ممكن يعني انت كنت حابب تدخل هندسه يا عبد الرحمن. كان عندي حلم ان انا ادخل كليه هندسه، وبس هي زي لازم اكون عامل معادله بالنسبه للتعليم الفني او اخش معهد سنتين عشان اخش كليه هندسه. ولكن انا كان من اهدافي ان اخش كليه هندسه، فكنت زي كنت عايز اخد منحه مثلا من السنه دي، يعني اوائل التكنولوجيا الطبيه عموما بكل يوم منح. فكنت عايز اخد منحه ان اخش كليه هندسه. وانا كمان كنت عايزه كده، لانه برضو احنا ملناش كسياحه وفنادق غير جامعه اللي هي تعليم تبادلي اللي هي حلوان، وغير كده بقى جامعات خاصه ومعاهد خاصه. فانا برضو كنت عايزه ادخل حاجه كويسه يعني برضو، بس مش عارفه بقى يعني نفسي ادخل ارشاد سياحي قوي. ربنا يوفقك بامر الله ان شاء الله. وبنشتغل مرحله العمل دي كمان عندكم فرصه فيها يا هدير اكتر من خريجين الثانويه العامه.
يعني انتوا ممكن وانتوا طلبه ومن بدري من بدري في شركات كبيره او جهات كبيره بتبقى محتاجه التخصصات دي. ما هو الحمد لله مدرستي كانت دايما بتحاول توفق بين التعليم العملي والنظري. كان اي جزئيه كنا بناخدها بالنسبه للجزئيات النظري كنا بنطبق عليها في المعامل، ده غير ان كنا بنخرج تبع المدرسه، لان انا مدرسه السلام الثانويه التكنولوجيا التطبيقيه تبع انتاج الحربي. فكنا بنخرج تدريب صيفي في مصنع 27 حربي، ده مصنع مولدات ومحركات. وكنا بنشوف الشغل العملي على ارض الواقع وازاي ان احنا نقدر نشتغل نفس الشغل ده بعد ما نتخرج. ندرس الجزء العملي وبعد كده برضو بنتكمل في الجزء النظري عشان نربط النظري بالعملي، وده هيبقى بالنسبه لهم هم كمان الجهه دي انت بتبقى الاولى بالنسبه لهم، لان هو بيأهل الايد العامله اللي هو محتاجها بعد كده عنده في المصانع على احتياجات سوق العمل. تريننج كاننا هو دايما كانوا بيحاولوا ان هم يربطوا فكرنا بفكر سوق العمل والفكر الريادي. بيبعدونا دايما عن التوظيف، كانوا بيعلمونا ازاي ان احنا نشتغل وازاي نسوق لنفسنا والمنتجات اللي بنعملها. يعني بالنسبه ليا في مدرستي سنه ثالثه لازم يكون ليا مشروع تخرج عشان اتخرج من المدرسه وابتدي ان انا اشوف لو هقدم في مدرسه تانية. ففي مشروع التخرج بتاعي كنت عامل مكنه سي ان سي. مكنه السي ان سي دي عموما في السوق حاليا هو في ناس كتير بتشتريه، ولو حضراتكم تعرفوا ال 3 دي برينترز اللي هي بتطبع مجسمات وكده، ده برده من نفس فئه المكنه السي ان سي. فلما انا عملت المشروع ده اكتسبت خبره كبيره في المجال، وده خلاني ان انا بعد السنه دي ممكن ان انا اشتغل في مجال السي ان سي، او ممكن كمان اكون فاتح ليا بيزنس. كنا عندي كنا ستارت اب بيزنس بقى عبد الرحمن، يعني انا راس المال وانت وانت ممكن ده فرق انه الدبلومات الفنيه بتاهلكم ان انتوا تخشوا سوق العمل بدري عن اللي دخل ثانويه عامه وجامعه. ومساله بقى الشراكات اللي بتتم دلوقتي مع القطاع الخاص ومع مؤسسات دوليه بعينها لتطوير التعليم الفني، اعتقد ده فرق معاكم. طبعا فرق معايا كمان في فكره ان انا بقى عندي معلومات اكتر ازاي سوق العمل بيتم، ازاي الناس بتتعامل مع احتياجاتها، الفرد ده عايزينه يكون عنده مواهب ايه بالظبط، يكون بيعرف يعمل ايه، ويخليني ان انا اشتغل على نفسي اكتر لو عندي عيوب او لو في حاجات محتاجه ان انا اكتسبها في المستقبل واشتغل عليها. صح. ميرام مجدي الاولى على الجمهوريه، عبد الرحمن ايهاب الاول على الجمهوريه، احساسكم ايه لما اتنطقت الصيغه دي ان انت طالعه الاولى؟ حسيت احساس غريب قوي، انا اصلا عيطت جامد اللي هو مين انت عارفه انك ايوه هي بنات كده معلش عيطت وقعدت اصلي كتير وكنت مبسوطه، ومامتي فرحت قوي برضو فحضرتني وقعدت اعيط معايا. اصلا كنت يعني من وسط احلامي كده انه ممكن اطلع من اوائل الجمهوريه؟ هو انا كنت دايما بدعي لدرجه ان انا حتى وانا بصلي بعد ما خلصت طلعت الاولى بتلخبط وبدعيها برضو، يعني بتلخبط واقول يا رب انجح واطلع اولى على الجمهوريه، يا رب اديني على قد كرمك، دي حاجه بيني وبين ربنا ان انا بدعيها دايما، فبتلخبط لحد دلوقتي بفضل اقولها. فكنت حاسه يعني كنت بشتغل على نفسي اكتر. عبد الرحمن مين اللي قال لك النتيجه؟ كنت في المدرسه وكنت مروح من المدرسه، فكنت راكب مواصلات، اتصلت بيا صحفيه وقالت لي ان انا طلعت الاول. ساعتها ما صدقتش الصراحه. هي انت ما صدقتش من اول ما قالت لك انا صحفيه اصلا؟ صحفيه بتكلميني ليه؟ حسيت ان حد بيشتغلني مقلب. مع ان انا حاسه ان انت كنت مرتب الموضوع الاول. بصراحه انا ما اجربش على حضرتك، انا كنت الحمد لله رب العالمين كنت من الاوائل في ابتدائي واعدادي وسنه ثانيه ثانوي. انت مشروع الاول من صغرك. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سنه ثانيه ثانوي السنه اللي فاتت كنت طالع الاول على مدرستي، فكان عندي حلم السنه دي ان انا اطلع الاول في سنه ثالثه كمان واكرر واحافظ على النجاح. ما شاء الله. والحمد لله انا كنت من اول السنه مركز على الهدف ان انا اطلع الاول على مدرستي. ده كان الهدف الصراحه. جت الفتره الاخيره كان عندي فيها ضغط بين المواد الفنيه والمواد الثقافيه والمذاكره، فكنت فاتح يوتيوب عادي، فلقيت فيديو بيتكلم عن صلاه الحاجه. اوكي. فبدات ان انا اتعرف اكتر عن ايه صلاه الحاجه دي، ولقيت انها صلاه بتتصلى لما تكون انت طالب طلب من ربنا ونفسه يحققه لك. بدات ان انا اصلي صلاه الحاجه قبل كل امتحان مواد ثقافي، صليت امتحان قبل العربي وقبل دي الكواليس الخاصه بيك بقى في الامتحان. كل واحد. قبل العربي وقبل الدراسات والاقتصاد والفيزياء والانجليزي. انا عموما ليله الامتحان ما بنامش.
ناس كتير بتنصح انك تنام قبل ليله الامتحان، بس انا ما بقدرش. ده لازم تنام ليله الامتحان. ما بقدرش خالص. مالكمش دعوه يا جماعه بقى ورحمه خالص، يعني مالكمش دعوه، خدوا بس منه ان هو الاول، لكن ناموا كويس يعني. فبعدها صليت صلاه الحاجه قبل كل امتحان، كنت بدعي ربنا انه يوفقني. الدعاء ده شيء عظيم جدا جدا. طب عبد الرحمن، بما انك انت كنت مصمم من البدايه او عندك احلام ان انت تطلع الاول، اشمعنى اخترت اصلا بقى في البدايه التعليم الفني؟ طالما انت يعني، انا اسف يعني، ممكن يبقى فكر خطا، طالما انا متفوق او شاطر او ذكي اروح ليه للتعليم الفني؟ التعليم الفني، فعايزين نعرف ليه انت كان عندك الرغبه في ده اصلا انت نفسك. تمام. انا في اعدادي الحمد لله كنت طالع من الاوائل على مدرستي، مش فاكر المجموعه بالظبط، بس كنت ناقص 4 درجات. فبدات ان انا اشوف ايه المتاح ليا بعيدا عن الثانويه العامه. ما كنتش حابب فكره الثانويه العامه بالذات، النظام الجديد كنت حاسس انه هو شويه مش هكون اقدر ادي فيه. فبدات ادور على المتاح، شفت مدارس. انت حته التكنولوجي دي كانت واخداك مثلا؟ كنت حاسس انك ممكن تعمل هنا احسن؟ كنت من صغري مهتم بالتكنولوجي عموما، ويعني انا الحمد لله مهووس بالتكنولوجيا عموما. ما شاء الله. باين النضاره اهو، يعني باين النضاره. قدمت في ستيم، مدارس المتفوقين، بس ربنا ما وفقش. ف شفت مدرسه الانتاج الحربي، ناس كتير قالت لي عليها وقالت لي انها مدرسه كويسه. عشان نفهم الناس، بيكون في امتحانات قدرات لدخول المدارس دي. مش اي حد بيدخل. انا احكي لحضرتك على الفندقيه دي، كانت في اختبارات قبل، في اختبارات قبول. ربنا وفقني. كان اخر يوم في التقديم للمدرسه بتاعتي، والدتي راحت هي واخويا، عملوا لي امتحانات قبول، امتحانات كانت ورقيه. الحمد لله نجحت وخدت الدرجه بتاعتي. بعد كده عملوا لي مقابله شخصيه، والحمد لله اتقبلت في المدرسه، وكانت متسهله من عند الله يعني. ما شاء الله. طيب وانت بتتكلم على اهلك وهما بيقدموا لك وكده، الدعم الاسري فرق بالنسبه لكم ازاي؟ يعني اكيد انتوا بعد النتيجه والاوائل، اكيد طبعا الموضوع مضاعف يعني، بعد ما تطلع الاول انت بتبقى الاول على العيله، مش بس الاول على الجمهوريه يعني. لكن قبل المرحله يعني، ازاي اربي ولادي مش بس عشان يطلعوا الاوائل، لكن مساله الدعم ده بيفرق معاكوا قد ايه في المذاكره؟ هو بعيدا عن النفسيه كمان، بعيدا عن ان هي بتعيط معاكي. يعني الدعم غير العيط. ايوه. لا انا اكتر حد بصراحه كان بيشجعني مامتي جدا، وكمان اصحابي البنات بصراحه كانوا بيقعدوا يقولوا لي، مع انهم ثانويه عامه برضو يعني. كل اصحابي اصلا ثانويه عامه. بس لا كانوا بيشجعوني برضو. كنت دي لفته عظيمه. كانوا بيشجعوني اللي انت بتقوليها دي، وفرحانين لي جدا بجد من قلبهم يعني. انا مستغربه، انا فرحانه بفرحهم ليا اصلا. ومامتي كانت بتشجعني جدا، وطبعا اصحابي كمان بيشجعوني دايما. بص الصديق يا هدير لما يبقى حقيقي. فعلا والله طبعاً. انا عرفت فعلا هم بيحبوني قد ايه في اللحظه دي. فمن ضمن الحاجات اللي بتبقى بتدفع الواحد قدام ان يشوف ناس بتحبه. أيوه. من قلبها. أيوه. فعلا. صحيح. الدعم عندك يا عبد الرحمن؟ يعني الحمد لله كانت عيلتي دايما ما كانتش بتسيبني في المواقف، بالذات المذاكره، وخصوصا الحاجات دي كانت بتبقى حساسه عندي جدا. طب كانوا بيقولوا لك ايه على ليله الامتحان اللي ما بتنامش فيها دي؟ والدتك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتدعي لي الصراحه، لانها انا بتعود من صغري ما بنامش، وهي عارفه حاجه زي كده، فالنقاش في الموضوع ده انتهى خلاص. كانت بتدعي لي يعني. ليله امتحان العربي انا فاكر انا من ساعه بالظبط، ساعه وصحيت انا عايز امتحن. فالدعم الاسري بصراحه انا عمري ما طلبت حاجه من اهلي، وبالذات خصوصا الدراسه، حتى لو كانت الظروف الماديه مش مساعده، لا الحمد لله كانت بتتوفر لي. حتى اختي كانت بتذاكر لي، ووالدتي ساعات في النسبه يعني الجانب المواد الثقافيه. فالحمد لله بصراحه كانوا بيوفروا لي كل الهدوء والراحه عشان اعرف اذاكر. يعني اختك بتذاكر لك؟ دي حقيقه. وانت اصلا من المتفوقين ما شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. الصراحه يعني ايه فضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم اختي انها يعني اسستني في مواد كتير كانت عندي، كان في عندي مشاكل فيها في اول السنه. الحمد لله ان انا عرفت من اول السنه وحطيت ايدي على المشاكل دي، وصراحه اختي عمرها ما سابتني. ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. احلامكم بقى يعني انتوا اهو، هل دي بقى خلاص دي انا خلاص النهايه؟ لا دي بدايه طبعا. ايه بقى احلامكم؟ دي بدايه بس، احنا يعني طبعا في احلام كتير، بس اهم حاجه بس ندخل، اهم حاجه الاول الجامعه الكويسه يعني. نفسي ادخل ارشاد سياحه قوي بجد من صغيره، وانا كان بحب التاريخ قوي والحاجات دي جدا. فنفسي قوي ان انا ادخل حاجه زي كده وبس. وطبعا هشتغل على نفسي اكتر واخد كورسات وكده، عشان ده برضو هيخليني تمام. حسيتي بالمسؤوليه بعد موضوع ان انا الاولى ده يعني؟ احلامك كبرت؟ جدا. شويه. حقيقي. وبقى عندك ثقه؟
اكتر في نفسك صح؟ نبطل ونركز في احلامنا. ايوه لا كان في ناس اللي هو يعني ايه انت داخله سياحه فنادق ليه ممكن كانوا بيضايقوني قوي كان نفسيتي بتتضايق كده اللي هو يعني فيها ايه كان ده حافز ليك ان انت تثبتي ان المتفوق جدا ده اكتر كان ده كان اكتر حافز اصلا ليا ده كان اكتر حافز وده شيء ايجابي منك لان ممكن حولت التنمر ده شويه لو هنسميه تنمر او النظره اللي مش مظبوطه خالص لمساله التعليم الفني. انا يا هدير شبعت تنمر ايام وانا لسه بادئ في التمثيل. ايه ده الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ ما ينفعش مش عارف. بقيت ايه يعني بقى صوتي مميز. هو ده اللي انت بتقوليه ده يا مرام. اشتغلي على ده ويبقى الواحد عنده ثقه في نفسه انه ممكن العيب اللي هدير شايفاه عيب لا انا هستخدمه ميزه. صح العيب ده لا ده ميزه لان ما فيش حد صحيح حواليا فيه. لا محرك حق. عبد الرحمن احلامك ايه؟ يعني انا من احلامي ان انا اكمل كليه هندسه مش عايز اقف عند المرحله اللي انا وصلت لها دي. هو في مشكله في النظره المجتمعيه صراحه بالنسبه لطلاب التعليم الفني. في فرق اجتماعي بين طلاب ثانويه عامه حتى لو هو طالب مش متفوق في ثانويه عامه بس كفايه انه دخل ثانويه عامه. احنا في قناه مدرستنا هنا بنحاول نعمل بقى ان احنا نبص فيهم المفهوم الجديد ده. بس انا بكلم حضرتك عن النظره المجتمعيه اللي احنا واجهناها بالفعل لما كنا بنتعامل مع الناس. ما هو ده موجود وعلشان كده البلد بتحاول تتعامل مع ده بشتى الطرق. تطوير في مساله التعليم الفني ياخد حقه زي ما بيتم تطوير التعليم الثانوي العام يتم كمان تطوير التعليم الفني علشان نوصل لدول زي المانيا. احنا بنتكلم انه نسبه 80% منها تعليم فني واحنا محتاجين ده. ده فعلا واضح في سياسه الدوله دلوقتي بالنسبه لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه. يعني الحمد لله ان هم بيكتشفوا مهارات الطلاب لانها متخصصه في اكتر من مجال. في مدرستي متخصصه في هندسه، في مدارس تانية متخصصه في صناعه الحلي، وفي يعني مجالات كتير. ففكره ان هم يعرفوا شغف الطلاب ده متجه نحو ايه ده هيفيد مستقبلا في الصناعه وهم يربطوا فكرهم بسوق العمل عموما. صدقني بامر الله ده اللي حاصل وده اللي باذن وده اللي هيحصل قريب يعني. وعارف كمان المساله بقى انه نلاقي عندنا كوادر شابه زي عبد الرحمن كده وميرام ما شاء الله تبقى مثل ليهم عندهم كمان الاستعداد نشوفهم بعد كده بقى رجل صناعه كبير. فلما نرجع بالتاريخ نلاقيه دبلوم فني هو ده اللي يثبت ويغير النظره المجتمعيه اللي احنا بنتكلم عنها. انتوا اللي هتعملوا عمق للثقافه دي بامر الله يعني. مع ان دراستنا مش سهله يعني خصوصا في مدرستي انا وعلشان كده في امتحانات قدرات مش اي حد يقدر يدخل المدارس دي. ومرام بتقول لك احنا كل اسبوع في امتحانات وكل كمان كل 3 ايام مش ثلاث اسبوع يعني كل 3 ايام في امتحان. احنا انا يعني مش عارف اقول لكم ايه يعني احنا فرحانين جدا بيكم الحمد لله بنتمنى ليكم من كل قلبنا كل الاحلام بتاعتكم تتحقق يا رب بامر الله يعني. متشكر جدا يا عبد الرحمن والف مبروك. شكرا لحضرتك جدا يا مرام والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب خدوا العيديه علشان لازم اوعى تتنازلوا عن العيديه. لا 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 مرام وعبد الرحمن نورتونا وكل سنه وانتم طيبين. واستمتعوا بقى بليله العيد. انتوا يعني دلوقتي يعني احسن من ثانويه عامه خلصتوا امتحانات والنتيجه بانت وما شاء الله من الاوائل. فيعني بعيد عن التوتر بتاع الامتحانات اثناء العيد ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب. كل سنه وانتم طيبين نورتونا. احنا كده بقى هدير يبقى خلصنا الحلقه نروح بقى نستعد بقى للعيد بقى ونطلع بيجامات العيد ونستعد. كنت مبسوط قوي ان انا معاكي يا هدير وكل سنه وانت طيبه وكل حبايبك طيبين وكل سنة وكل المشاهدين جوه مصر وبره مصر طيبين وفي خير وسعادة وسلام يا رب. كل سنة وانت طيب يا سامح وكل حبايبك بخير. كل سنة وكل المصريين دايما بخير وقلبنا على قلب بعض ودايما يا رب أيامنا كلها أعياد. ويعني استمتعوا بليلة العيد واستمتعوا بأيام العيد ونشوفكم دايما على خير يا رب.